بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من البيت الكبير، بيت كل الأهلوية وبيت كل الناس. الحقيقة إن شاء الله يوم الجمعة القادم مباراة منتخبنا الوطني ضد منتخب ليبيا. كل التوفيق طبعا للمنتخب الوطني في هذه المباراة الهامة جدا. بالمناسبة كلنا في ظهر منتخبنا الوطني، كلنا ننتظر هذه المباراة الهامة جدا. مفيش حد في مصر لا ينتظر هذه المباراة والمباراة اللي بعدها بثلاث أيام. وزي ما اتكلمنا دايما، إذا كنا بنتكلم عن محمد شريف وبنتكلم عن مجدي قفشة وبنتكلم عن مصطفى فتحي وبنتكلم عن بقية اللاعبين اللي تم استبعادهم، وده كان لأنه إحنا كلنا أمل وكلنا كنا نرجو أن يكون منتخبنا الوطني أو القومي في أفضل صورة ممكنة خلال الفترة اللي جاية، لأنه الفترة اللي جاية هي أهم فترة، أو المباراتين القادمتين تحديدا هم أهم فترات منتخبنا الوطني خلال الأيام القادمة. كارلوس كيروش مدير فني جيد، كارلوس كيروش مدير فني جديد، أول مباراة هيلعبها، أول مباراة رسمية هيلعبها مع منتخبنا الوطني، أولى مبارياته الودية كسبنا 2-0 أمام منتخب ليبيريا، وبالتالي كل مصر تنتظر ماذا سيفعل كارلوس كيروش في مباراته الأولى الرسمية إن شاء الله يوم الجمعة القادم. هيعمل إيه مع محمد صلاح الحقيقة اللي وصل النهاردة أو كان متواجد في تمرين الفريق النهاردة الحقيقة، وكان عقد كارلوس كيروش جلسة منفردة مع محمد صلاح، اتكلم معاه أكيد في أمور كثيرة جدا تخص المنتخب خلال ما حدث خلال الفترة السابقة وما سيحدث خلال الفترة القادمة، وده مهم جدا جدا لأنه خلاص محمد صلاح هو كابتن هو كابتن منتخبنا الوطني، برغم ان هناك بعض الاعتراضات على مش على محمد صلاح ولكن على كيفية خروج الشارة من الأقدمية اللي هو أحمد فتحي لمحمد صلاح، ولكن عايزين ننسى بقى كل ده ونحط كل ده ورا ظهرنا وننتظر ما هو قادم. مين اللي هيلعب بشكل أساسي؟ مين اللي هيقعد احتياطي؟ الحقيقة النهاردة أنا جات لي أنباء هي ليست مؤكدة حتى هذه اللحظة أنه قد يكون محمد الشناوي جات له إصابة خفيفة في العضلة الخلفية في المران النهاردة. زي ما حضراتكم عارفين أن في 10 دقائق في الأول بيسمح لكل الإعلام أن هو يصور التمرين. بعد ال10 دقائق دي أنا جات لي أخبار من داخل الاستاد الحقيقة من المجموعة اللي موجودة هناك وبعض الصحفيين أن يعني محمد الشناوي مسك الخلفية كده وحط شوية تلج، فهل محمد الشناوي هيكمل هيبقى موجود في المباراة اللي جاية بعد بكرة ولا لأ؟ ده اللي هنشوفه خلال أقل من 48 ساعة، يعني بكرة هيبان كل هذه الأمور. لم يكمل محمد الشناوي تدريبه، هنشوف. أتمنى طبعا أن محمد الشناوي يكون إن شاء الله يكون كويس ويلعب مباراة ليبيا ويلعب بعد كده مباراة ليبيا الثانية ويلعب، لأن هو الأقرب أن هو يلعب هذه المباراة. بنحاول الحقيقة نعرف أخبار هذا الموضوع، هل هو أنباء صحيحة أم أنباء خاطئة؟ ده اللي هنحاول خلال الحلقة أن احنا نقوله لحضراتكم، لأنه محمد الشناوي هو المرشح الأول لحراسة مرمى منتخبنا الوطني. ناحية اليمين الأقرب الحقيقة هناك تنافس شديد ما بين أكرم توفيق وأحمد فتحي، ولكن الأقرب هو أكرم توفيق لغاية دلوقتي. أيضا اثنين في وسط أو اثنين ستوبرز هيلعبوا، أحمد حجازي والونش. ناحية الشمال هناك تنافس ما بين أيمن أشرف وأحمد أبو الفتوح مين اللي هيلعب فيهم، وإن كان الأقرب أنه هو يلعب أحمد أبو الفتوح لأنه الناحية الهجومية عند أحمد أبو الفتوح أكتر شوية من أيمن أشرف، وبالتالي ممكن أحمد أبو الفتوح هو اللي يلعب هذه المباراة. اثنين في وسط الملعب أعتقد حاجزين مكانهم سواء طارق حامد أو عمرو السلية، الاثنين حاجزين مكانهم في وسط الملعب. محمد صلاح طبعا ناحيه اليمين، عبد الله السعيد امام الاثنين الديفندرز، وناحيه الشمال هناك ايضا منافسه ما بين رمضان صبحي واحمد سيد زيزو، وان كان الاقرب ان هو يلعب المباراه بعد بكره ان شاء الله هو رمضان صبحي، وفي الامام مصطفى محمد هو الاقرب لبدء هذه المباراه، وبالتالي هيكون محمد الشناوي اذا لم تصح هذه الأنباء اللي جاية عن إصابة الشناوي، قد تكون حاجة خفيفة، حس بحاجة خفيفة ولا حاجة، حط شوية تلج وخلاص، بتحصل دايما في التمرين. فإذا كان محمد الشناوي سليم هيلعب هذه المباراة، ما كانش سليم هيلعب محمد أبو جبل. الناحية اليمين أكرم توفيق، حمدي الونش وأحمد حجازي، وناحية الشمال أحمد أبو الفتوح.
طارق حامد والسولية، ومن امامهم عبد الله السعيد، وعلى يمينهم محمد صلاح، وعلى شمالهم رمضان صبحي، وفي الامام مصطفى محمد. ده التشكيل الاقرب الحقيقه لما حدث النهارده في تمرينه منتخبنا الوطني، لسه ان شاء الله بكره ولسه يوم الخميس، ولكن طبعا في بعض اللاعبين بيركز عليهم كارلوس كيروش علشان يكسب هذه المباراه. وعايز اقول لحضراتكم ان مثل هذه المباريات دايما كارلوس كيروش من الواضح ان هو هيبدا ضاغط على، طبعا ده اللي بنقوله لحضراتكم، ده من التمرين، من تمرينه النهارده وايه اللي حصل فيها، ان هو هيبدا ضاغط على المنتخب الليبي، هيبدا ضاغط ان هو يجيب جون بدري علشان يريح اعصابه واعصاب فريقه شويه خلال ال 90 دقيقه. لو قدرنا ان شاء الله ربنا كرمنا وقدرنا نجيب جون نقدر نجيب الثاني والثالث، والمباراه ان شاء الله ان شاء الله تمشي في المستوى والنتيجه اللي احنا طالبينها. واهم حاجه في هذه المباراه ان احنا ناخد ثلاثه نقاط وعرض جيد علشان تروح مباراه هناك ان شاء الله ان شاء الله تقدر تكسبها برضو. طيب خلينا نروح لليبيا ونعرف برضو أهم الأخبار عن المنتخب الليبي، ومعنا الإعلامي زين العابدين بركان من ليبيا يكلمنا برضو عن المنتخب الليبي. أستاذ زين، إزاي حضرتك يا فندم، وأهلا بيك في قناة الأهلي. أهلا بيك، وأكيد أنا سعيد باللقاء بيك وبكل السادة المشاهدين في قناة الأهلي. اهلا اهلا وسهلا. يعني طبعا سعداء بوجود المنتخب الليبي الحقيقه في بلده الثاني مصر، وهي مباراه ستكون صعبه جدا ما بين المنتخب المصري والمنتخب الليبي، خصوصا ان المنتخب الليبي هو اول المجموعه حتى هذه اللحظه او قبل هذه المباراه. كيف استعد المنتخب الليبي لهذه المباراه، وخصوصا ان هو هيلاعب واحد من افضل الفرق في افريقيا او افضل المنتخبات في افريقيا، المنتخب المصري؟ أكيد طبعا نحن على موعد مع قمة كروية عربية. أنا شايف أن قمة يوم في ملعب برج العرب يعني حتكون بنكهة مختلفة تماما، يعني على مدى التاريخ الطويل اللي بين المنتخبين الليبي والمصري لم يسبق أن التقى المنتخب الليبي مع منتخب مصري بهذه الوضعية، أن يكون المنتخب الليبي هو متصدر المجموعة والمنتخب المصري هو المنافس والملاحق المباشر له. وبالتالي أنا شايف أن مباراة يوم الجمعة من أقوى المباريات على مر تاريخ مباريات المنتخبين اللي انطلقت لأول مرة في عام 1953 في الإسكندرية، وهي تعود من جديد إلى ملعب الإسكندرية إن شاء الله يوم الجمعة المقبل ضمن تصفيات كأس العالم. أيضا أشير إلى أن دائما احنا تعودنا ان دائما في نديه، خاصه في السنوات الاخيره في مواجهات منتخبي ومصر. مباراه الجمعه حتكون ثالث مباراه على في تاريخ المنتخبين بالنسبه لتصفيات كاس العالم، يعني سبقا تبادلنا الفوز بين وبين منتخب مصر في تصفيات كاس العالم في 2006 2-1 كسبت ليبيا وفازت مصر ب4 في القاهره. المباراة هي حتكون مختلفة تماما، المنتخب الليبي بيمر بفترة استقرار فني على مستوى الجهاز الفني بقيادة الاسباني خافيير كليمنتي، وخافيير كليمنتي هو المدرب الجديد القديم للمنتخب الليبي، على اعتبار ان هذا الجيل الحالي هو السيد كليمنتي هو اللي كون هذا الجيل في بداية مجيه في الفترة الأولى في 2014، استطاع أن يكون هذا الجيل الشاب وتوج به ببطولة الشام في 2014 بجنوب أفريقيا، ثم عاد من جديد ليستلم هذا الجيل، ولكن بعد ان اصبح اغلب لاعبي الحاليين يمتلكون الخبره يمتلكون التجربه، وايضا لدينا حتى مجموعه من اللاعبين المحترفين اللي ينشطوا في ابرز الدوريات واللي بيعول عليهم كثيرا السيد كليمنتي في قياده الفريق في هذه المرحله. المنتخب الليبي بعد ما انهى معسكر انطاليا تحول الى معسكر مغلق في الاسكندريه، اليوم هو اليوم الثاني بالنسبه لمعسكر الاسكندريه المغلق، كل اللاعبين المحترفين التحقوا وتواجدوا بداية من اليوم، الفريق جاهز تماما لمباراة الجمعة، وإن شاء الله نستمتع جميعا يوم الجمعة بمشاهدة قمة كروية كبيرة بين بلدي الجوار تليق بالتاريخ الطويل والحافل اللي يجمع المنتخبين الليبي والمنتخب المصري. هل في أي إصابات في المنتخب الليبي؟ سمعنا أن النهارده في إصابة في المنتخب الليبي، هل ده صحيح ولا هي ما هي إلا مجرد أنباء غير صحيحة؟ لا طبعا انت عارف ان المنتخب الليبي موجود في معسكر مغلق يعني بعيدا عن وسائل الاعلام، وبالتالي الاخبار قليله جدا، ولكن بعض الاخبار المستربه تؤكد ان الفريق الليبي جاهز مكتمل الصفوف ان شاء الله في لقاء الجمعه. الفريق الليبي زي ما قلت لك يتمتع بروح انتصاريه عاليه بعد ما حصد او تصدر مجموعته بالعلامه الكامله بانتصارين متتاليين، الاول على حساب الجابون في بنغازي، وبعد ما قلب الطاوله على المنتخب الجابوني منتخبنا بعد ما كان خاسر 1-0، ثم تحول الى العاصمه لواندا واستطاع ان يعود بثلاث نقاط غاليه وثمينه على حساب
منتخب انغولا اللي كان يقوده المدرب البرتغالي غونزاليس. وعلى فكره مباراه الجمعه حتكون ثاني مواجهه بين السيد كريمنتي ومدرب يمثل المدرسه البرتغاليه، وان كان هذه المره طبعا مدرب خبير بحجم السيد كيروش. هذه ثاني مواجهه على التوالي تجمع كريمنتي بمدرب برتغالي بعد ما استطاع كريمنتي ان يفوز على انغولا بقياده المدرب البرتغالي غونزاليس في الجوله الماضيه. طيب كيف يرى الإعلام الليبي هذه المباراة في ظل الأجواء وفي ظل الأمور اللي حضرتك بتقولها وفي ظل تصدر المجموعة للمنتخب الليبي، وكيف يتابع الشعب الليبي هذه المباراة؟ أكيد هذه المباراة بتحظى باهتمام كبير جدا من سواء كان في ليبيا أو في مصر أو في كل البلدان العربية وكل الناس المهتمة بالكرة الأفريقية وخاصة تصفية كأس العالم بتتابع هذه المباراة، بتتابع أخبار هذه المباراة باعتبارها تمثل قمة مباريات المجموعة، هي مباراة الانفراد بصدارة المجموعة، وبالتالي اهتمام كبير تحظى به هذه المباراة سواء كان مباراة الجمعة أو مباراة يوم الاثنين في مدينة بنغازي، باعتبار أن هاتين المواجهتين هما مباراتين مرور من عنق وزجاجة بالنسبة للمنتخب الليبي. يعني إذا فك المنتخب الليبي من الحفاظ على صدارة المجموعة بعد هاتين المباراتين أعتقد أنه حيكون في طريق مفتوح جدا للانفراد بصدارة المجموعة وتأهلاً هذه المجموعة إلى المرحلة الحاسمة والأخيرة. هل عدم حضور جماهيري في المباراة الأولى، أعتقد أن في ليبيا في حضور جماهيري، مظبوط ولا لأ؟ لا ما كانش في مباراة الجابون، كان عدد محدود. أنا بتكلم على مباراة منتخب مصر القادمة. لا طبعا، يعني مثل ما هو مباراه اسكندريه ومجموعه من غير جمهور بالتاكيد، حتى مباراه العوده في بنغازي حتكون من غير جمهور. يعني لا انا قريت بعض الاخبار انه قد من الممكن ان الاتحاد الليبي يوافق على وجود بعض الجماهير في هذه المباراه، اذا قد تكون اخبار خاطئه يعني. لا هو مثل ما حيحصل في مباراه الاسكندريه يوم الجمعه حيطبق تماما في لقاء ملعب بنينه في مدينه بنغازي يوم الاثنين. يعني المباراتين من غير جمهور تماما خلاص. بالتاكيد مش حيكون في جمهور مباراه ملعب بنينه، وان كان الحضور حيقتصر على عدد محدود من الاعلاميين وبعض الدعوات الشخصيه للناس المسؤوله يعني. طيب هل هناك اعلاميين او صحفيين ليبيين قادمين عشان يتفرجوا على هذه المباراه في الاسكندريه؟ طبعا اكيد في اهتمام اعلامي كبير من كافه وسائل الاعلام الليبيه، وحتى تتابع المباراه باذن الله من اي مكان باذن الله يوم الجمعه ان شاء الله. اخيرا عايز اسالك عن طريقه اللعب، طريقه لعب المنتخب الليبي واضحه للجميع انه بيلعب على الهجمات المرتده، بيقفل كويس جدا. خافير كليمنتي واحد من افضل المديرين الفنيين اللي اشتغلوا مع ليبيا تحديدا كمان في فترات طويله، ولكن هذه الفتره بيلعب على الدفاع بشكل جيد جدا وبيعتمد على الهجمات المرتده. على الجانب الاخر المنتخب المصري معروف ان هو عنده محمد صلاح، عنده مجموعه جيده جدا من اللاعبين الاخرين، رمضان صبحي، احمد سيد زيزو، مجموعه من اللاعبين. كيف سيتم التواجه من وجهه نظرك في الملعب او في المستطيل الاخضر؟ والله انت شوف كابتن، طبعا انت عارف يعني مباراه الجمعه هي كتاب مفتوح بالنسبه لكل المدربين سواء كان السيد كليمنتي او السيد كيروش، على اعتبار ان كل مدرب شاف الفريق في الجولتين الماضيتين. منتخب ليبيا لعب امام الجابون ثم انغولا، منتخب مصر ايضا لعب امام انغولا والجابون وان كانت بقياده السيد كابتن حسام البدري، فاعتقد ان كل الاوراق مكشوفه، كل الامور يعني متاحه امام كلا المدربين، كل مدرب عارف كيف يفكر المدرب الاخر، وكل مدرب انت عارف كلمتي صاحب خبره وتجربه كبيره جدا وسبق لها ان تواجد في المونديال مع منتخب بلاد اسبانيا، كذلك السيد كيروش مدرب عنده خبره كبيره وسبق لها ان تواجد في نهائيات المونديال مع اكثر من منتخب، وبالتالي نحن امام قمه كبيره حتى على مستوى المدربين سواء كان بين خبره كليمنتي وخبره كيروش، لكن زي ما قلت لك الاوراق اعتقد المباراه كتاب مفتوح امام كل منتخب وكل مدرب عارف امكانيات الفريق المنافس نتاعه وعارف نقاط القوه والضعف نتاع الفريق الاخر. عموما انا بشكر حضرتك جدا يا استاذ زين على هذه المداخله وكل هذه الايضاحات، الاستاذ زين العابدين طبعا اعلامي ليبي، وطبعا اهلا وسهلا بيكم دايما في بلدكم الثاني مصر. زي ما حضراتكم شايفين هناك اهتمام اعلامي كبير جدا بهذه المباراه، ليبيا متصدر هذه المجموعه حتى الان انتظارا لنتيجه مباراه يوم الجمعه القادم، كل بينتظر، كل المصريين اعتقد وكل ليبيا برضه بينتظروا هذه المباراه، يجب ان يكون الجميع خلف منتخب بلاده. إن شاء الله يوم الجمعة تكون مباراة بثلاثة نقاط تعيد مصر إلى الصدارة مرة أخرى، وبعد كده بقى نبتدي نفكر إن شاء الله في مباراة يوم الاثنين. وعدم وجود جمهور سواء هنا أو هناك، هنا طبعا هيأثر معانا بشكل سلبي، ولكن في ليبيا أيضا من الممكن، لأن زي ما حضراتكم عارفين
احنا شمال افريقيا بتبقى المباريات اللي بجمهور بتبقى حساسه جدا جدا جدا، وبالتالي عدم وجود جمهور في المباراه الاولى والمباراه الثانيه اعتقد ان ده يعني كانك بتلعب في بلدك سواء هنا او هنا. وعشان كده انا بقول لحضراتكم الناحيه الفنيه سواء للمنتخب المصري او للمنتخب الليبي هي اللي هتفرق. واذا اتكلمنا فنيا عن هذه المباراه، والحقيقه امبارح انا واحمد السيد احمد ثابت وايضا كريم سعيد اتكلمنا عن هذه المباراه من الناحيه الفنيه، ان المنتخب المصري فنيا اقوى بكتير من المنتخب الليبي. لما تيجي تتفرج على مباراه منتخب مصر او تتكلم عن الاسماء اللي موجوده في منتخب مصر، يعني لما تتكلم عن محمد الشناوي، لما تتكلم عن حجازي والونش واكرم واحمد ابو الفتوح وطارق حامد وعمرو السوليه وصلاح ورمضان ومصطفى محمد وعبد الله السعيد وبقيه الاسماء اللي موجوده بره كلها اسماء كبيره جدا، وان شاء الله لو في نص مستواهم ان شاء الله ان شاء الله نستطيع ان نعبر منتخب ليبيا في المباراه الاولى. ونستنى بقى المباراه الثانيه اللي ان شاء الله برضو من خلال المباراه الاولى ربنا يكرمنا ويكون 50% من المجهود اللي هنعمله في المباراه الاولى هننتظره هناك. بكره ان شاء الله في اسكندريه من كره القدم الى كره السله، ان شاء الله بكره في اسكندريه مباراه ايضا في غايه الاهميه والقوه، مباراه فريق كره السله للنادي الاهلي وفريق بيروت اللبناني في ربع نهائي البطوله العربيه للانديه واللي بيستضيفها نادي الاتحاد السكندري. طبعا زي ما حضراتكم عارفين من مصر بيشارك النادي الاهلي ونادي الاتحاد السكندري، و كان هناك على رأس المجموعة الثالثة فرق تضم وداد بوفريق الجزائر وشعب حضرموت اليمن والفتح السعودي. الأهلي حقق 3 انتصارات، إن شاء الله بكرة مباراة قوية جدا. زي ما حضراتكم عارفين أن الباسكت ده هو اللعبة الأولى في لبنان، ولبنان بيهتموا جدا جدا بالباسكت بول، وعندهم بالنسبة لهم الباسكت بول ده عامل زي كرة القدم عندنا. كانوا قبل كده عندهم اسماعيل احمد نجم منتخب مصر ونجم النادي الاتحاد السكندري اللي كان متواجد لفترات طويله جدا في احد الانديه في لبنان، وبالتالي هي مباراه ما حدش يعني يفتكر ان الاهلي هيلعب مباراه سهله، لا هي مباراه صعبه جدا 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 بكره ان شاء الله في ربع نهائي هذه البطوله. لو ربنا كرمنا ان شاء الله نصعد الى النهائي ونشوف بقى مين هنستنى مين في المباراه النهائيه. كل التوفيق الحقيقه لرجال منتخبنا او رجال كره السله في النادي الاهلي، عندنا مايكل تومسون ومايكل فكوادي وايهاب امين وعمر عزب ومحمد ابو النصر وسيف سمير واحمد مهيب وعمر زهران وعمر الجندي واحمد حمدي وعمر طارق وعبد الله ناصر. دي قائمة رجال سلة النادي الأهلي. الحمد لله ربنا كرمنا ببطولة منطقة القاهرة قبل نهاية هذه أو قبل بداية هذه البطولة، وبالتالي معنويات كبيرة جدا لرجال كرة السلة بكرة إن شاء الله. نتمنى مساندة فريق كرة السلة من خلال السوشيال ميديا طبعا، اللي الحمد لله إن هي رجعت مرة تانية، لأنها مباراة ما حدش يفتكر مره تانية ان انت رايح تلعب فريق لبناني فبالتالي هي مباراه سهله، لا هي مباراه من اصعب المباريات اللي هيلعبها النادي الاهلي خلال هذه الفتره. كل التوفيق طبعا، وهيبقى هناك متابعه كامله لما سوف يحدث في مباراه غدا ان شاء الله من خلال شاشه قناه الاهلي. الحقيقه موضوع برضو تاني عايز اتكلم فيه مع حضراتكم، الموضوع ده لفت نظري هقرا بس جزء منه لانه موضوع الحقيقه مهم جدا وخطير جدا وانا اتكلمت فيه مع حضراتكم. النهارده صحيفه الاتحاد الاماراتيه نشرت خبر بيقول ان اتحاد الكره الاماراتي عقد ورشه عمل لانديه الدرجه الاولى بخصوص رخصه الانديه المحترفه، وتم عن طريق تقنيه الفيديو زوم عشان طبعا جائحه كورونا. قدمت ورشة العمل شرحا تفصيليا للائحة ترخيص أندية الدرجة الأولى والتعديلات التي استحدثت عليها، والتي تأتي تماشيا مع استراتيجية الاتحاد الكرة الإماراتي ورؤية 2038 التي تهدف لتطوير أندية الدرجة الأولى واستيفاء كافة المعايير المطلوبة سواء رياضية قانونية مالية والموظفون والبنية التحتية، والتي تلبي المتطلبات اللازمة لعملية التطوير والتأهيل لمستوى الاحتراف بصورة سلسة.
وحرص أعضاء اللجنة على الرد على كافة استفسارات وأسئلة ممثلي الأندية الذين أكدوا على التعاون والتنسيق مع لجنة الترخيص خلال الفترة القادمة. والله الحقيقة أنا الخبر ده وإحنا وأنا بتكلم مع حضراتكم الخبر ده لفت نظري. ليه؟ لأنه إحنا شوفوا حضراتكم بقالنا قد إيه بنتكلم في هذا الأمر. الاتحاد الإماراتي سبقنا وسبق اتحادات كتيرة جدا وعمل هذا الموضوع. احنا عندنا رؤية، الاتحاد المصري اعتقد انه عنده رؤية ل 2030، مش هقول 2038 ولكن هقول 2030. ايه اللي بيحصل؟ واحنا لسه هنتكلم في موضوع الاندية المحترفة ورخصة الاندية المحترفة، احنا بقالنا اسبوعين ثلاثة بنتكلم في هذا الامر. الناس عدت المواضيع دي خلاص تماما وبيتواصلوا مع الاندية وبيعملوا اجتماعات. ما تقوليش بقى جائحة كورونا ومش عارف ايه، لا بيعملها على الزوم عادي، ما فيش مشكلة خالص. ولكن بيحاول ان هو كاتحاد كوره، يعني اتحاد كوره الاماراتي بيحاول ان يجاوب على كل استفسارات الانديه علشان تبقى عندك رخصه سليمه 100%. وعلى فكره هم اوريدي عندهم الرخص ولكن تطويرها بقى خلال الفترات اللي هم شغالين فيها. كل سنه بتتعمل هذه الورشه، والورشه دي زي ما حضراتكم شايفين ورشه عمل بيتم فيها الكل بيبقى قاعد قدام بعضه طبعا من خلال تقنيه زوم، وكل مسؤولي اتحاد الاماراتي قاعدين ومع كل مسؤولي الانديه. اي حد عنده حاجه، طبعا عندي مشكله في الحته الفلانيه او في المنطقه الفلانيه او في الجزء الفلاني في اللائحه كذا، يرد عليه المسؤول اللي في الاتحاد الاماراتي ويقول له كذا وكذا وكذا وكذا. الناس الحقيقه بتسبق بخطوات كبيره جدا. لماذا لا يفعل الاتحاد المصري مثل هذه الامور؟ وبالمناسبه انا هنا برضو لا انتقد، ولكن يا جماعه خلينا نتعلم من بعض ونشوف ايه اللي بيحصل علشان نصل الى مستويات افضل. كل اللي احنا عايزينه ايه؟ احنا نشوف كل الانديه محترفه. انا هقول هنا زي النادي الاهلي، وجهه نظري ان انت دايما بص على النادي الاهلي. انا ليه جبت الخبر ده؟ لان الخبر ده بيودينا للي بيعمله النادي الاهلي. ايه اللي بيعمله النادي الاهلي؟ النادي الاهلي هو اول نادي استخرج رخصه انديه محترفه. النادي الاهلي دايما على قد ما بيقدر بيحاول ان هو يخلص كل أموره المالية والفنية والقانونية، وعندنا مجموعة عمل بتطلع على كل الجديد في اللوائح علشان تبقى النادي الأهلي مواكب للوائح الجديدة أو التغيرات اللي بتحصل في اللوائح اللي موجودة. وبالتالي لما تيجي تتكلم على النادي الأهلي محدش يقدر يفتح بقه في موضوع رخصة الأندية المحترف. ليه؟ لأنه مستوفي كل الشروط. مستوفي كل الشروط من إمتى؟ مش من النهارده ولا من امبارح ولا من اول، من سنه 2013 والنادي الاهلي هو مستوفي كل الشروط، ودائما دائما بيحاول ان هو يبقى متطور مع التطور اللي بيحصل حوالينا في العالم كله. انا ليه بقول الرساله دي؟ لانه حتى كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي مفيش حاجه في باله، في حاجات طبعا كتيره جدا في دماغه، ولكن اقصد ان مفيش حاجه شغلاه اكتر من ان هو يبقى على قد ما يكون او على قد ما هو قادر وهو موجود كمجلس اداره ان هو يصل الى افضل شيء حتى في رخصه الانديه المحترفه. ما عندناش مشكله مع لاعب، الحمد لله فلوسنا كلها بتدفع او فلوس اللاعبين بتدفع. حتى لو عندك مشكله بيتم التفاوض مع اللاعب لغايه لما تصل الى حل يرضي اللاعب الاول ويرضي النادي، وبعد كده تدي له فلوسه او ما تم الاتفاق عليه يتم تفعيله خلال العقود اللي بتكتب بعد كده. هو ده النادي الاهلي وهو ده اسلوب النادي الاهلي اللي دايما بيمشي بيه. عشان كده انا بقول او الخبر ده بالنسبه لي هو خبر مهم، وبقوله يا جماعه من فضلكم نتعلم ونشوف ايه اللي بيحصل. الاتحاد الاماراتي بيعمل ورشه عمل عشان يطور رخصه الانديه المحترفه. احنا لسه في انديه عليها فلوس وفي أندية عندها مشاكل في القيد، وفي أندية والله أنا هنا بتكلم بشكل عام، ما بتكلمش على حاجة على حد، لكن أنا بتكلم بشكل عام إن لا، خلينا عايزين نبقى عندنا رؤية للأمام. إن شاء الله الاتحاد كرة القدم القادم، المنتخب القادم يكون له رؤية يستطيع إن هو يشتغل عليها خلال الفترة اللي جاية علشان يبقى عندنا دوري محترفين. يعني ما ينفعش يعني بسم الله ما شاء الله في كرة القدم الدولة عندها رؤية 2030 والكل بيتكلم عن هذه الرؤية، ما ينفعش انت كاتحاد كورة اللي مسؤول عن اللعبة ما يبقاش عندك السرعة في الوصول إلى موضوع زي رخصة الأندية المحترفة. نفس النسق في يا رب يبقى في نفس النسق في الحفاظ على رؤية الدولة خلال الفترة القادمة أو 2030.
يا رب يبقى في نسق زي اللي احنا بنشوفه بيحصل حوالينا في مصر كلها الحقيقه. ده خبر كان بالنسبه لي مهم جدا جدا. احنا لسه بنتكلم عن مشاكل هنا ومشاكل هنا والتاجيلات والحاجات دي كلها، او مش التاجيلات انا اسف، الارتباطات الدوليه دي حاجات موجوده، وزي ما هي موجوده في مصر ما هي موجوده في بلاد اخرى، وبالتالي عندنا مشاكل في الدوري السنه دي من ناحيه المباريات وهتتلعب امتى وتوقيتاتها. نتمنى ان الاستاذ عامر حسين اللي هو المشرف على لجنة المسابقات في رابطة الأندية يكون وعضو رابطة الأندية طبعا ياخد باله بقى من الفترة اللي جاية دي، أنا متأكد أنه هو واخد باله، ولكن يبتدي يعمل الجدول ويقوله للأندية علشان نشوف الفترة اللي جاية هتبقى ماشية إزاي. عندنا مشوار صعب جدا جدا بسبب الارتباطات الدولية اللي حوالينا في كل حتة، فنتمنى ان شاء الله، وانا متاكد ان الاستاذ عامر يقدر ان هو يتخطى هذا الامر لما له من خبره كبيره جدا فيما هو سابق، يعني كان واحد رئيس لجنه المسابقات لفترات طويله جدا، فيقدر ان هو ان شاء الله يعدي الفتره اللي جايه بما يتناسب مع الانديه والتوقيتات اللي موجوده، فنتمنى ان ده يحصل. عموما دي كانت النهارده مقدمه البرنامج، خلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هنتكلم عن الاخبار، اخبار البيت الكبير، اخبار النادي الاهلي بعد هذا الفاصل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. الحقيقه خلينا نروح لاول خبر عندنا، الاهلي يعلن تمديد عقد صلاح محسن 5 سنوات. قال امير توفيق مدير التسويق والتعاقدات بالنادي الاهلي انه تم تمديد عقد صلاح محسن مهاجم الفريق الاول لكره القدم لمده 4 سنوات، بالاضافه الى الموسم الذي سوف ينطلق بعد اسابيع لتصبح مده التعاقد 5 سنوات كامله لصلاح محسن. ألف ألف مبروك. الحقيقة صفقة جديدة، أنا بعتبرها صفقة جديدة بتضاف إلى صفقات النادي الأهلي اللي تم التعاقد معها عمرو السولية من يومين، وأيضا النهاردة صلاح محسن، وبالتالي النادي الأهلي هي دي السياسة اللي بيعتمدها دائما النادي الأهلي للاستقرار خلال الفترة اللي جاية، خصوصا مع اللاعبين اللي بيحتاجوا دائما أو اللي بيبقوا عاملين شغل كويس مع الفريق، وبالتالي تم تمديد عقد عمرو السولية، تم تمديد عقد صلاح محسن، والقادم افضل. انا قلت لحضراتكم من يومين مش عايزين نستعجل، كل حاجه وليها وقتها، وهتلاقوا ان شاء الله خلال الفتره اللي جايه توالي التجديدات والتمديدات. الاهلي يتوجه الى النيجر 14 اكتوبر الجاري. قال كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي ان الفريق سوف يتوجه الى النيجر يوم 14 اكتوبر استعدادا لمواجهه الحرس الوطني في ذهاب دور ال 32 بدوري ابطال افريقيا يوم 16 اكتوبر، وسوف يخوض النادي الاهلي تدريبه الوحيد في النيجر يوم 15 اكتوبر على ملعب المباراه قبل 24 ساعه من مواجهه الحرس الوطني الذي يبحث خلال الفريق عن انطلاقه قويه في بدايه المشوار الافريقي. برنامج النادي الاهلي قبل مواجهه الحرس الوطني، الجهاز الفني للنادي الاهلي اتكلم على انه استقر على ان الاكتفاء بالتدريبات اليوميه نظرا للغيابات الكثيره في صفوف الفريق، كما استقر الجهاز الفني على اقامه مران الفريق الاخير في القاهره على ملعب التتش صباح يوم 14 اكتوبر ثم التوجه الى المطار للسفر الى النيجر. وكالعادة النادي الأهلي يواصل تدريباته المكثفة استعدادا لمواجهة بطل النيجر، وبرضه كالعادة قبل التمرين قال أو عقد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق محاضرة نظرية داخل الملعب مع اللاعبين للحديث على أهمية المرحلة المقبلة. طيب بالنظر إلى النيجر، النيجر هي وش السعد الحقيقة على النادي الأهلي قبل انطلاقه في مشوار البطولة رقم 11 في دوري أبطال، بطولة إن شاء الله تبقى البطولة رقم 11 فوزا يعني قبل مشوار دوري أبطال إفريقيا، وإن شاء الله هيلعب النادي الأهلي يوم 14 أو يوم 16 ثم مباراة العودة يوم 22 أو 23 من نفس الشهر. والمفارقه بقى، المفارقه في ايه بقى، ان النادي الاهلي بدا مشواره العام الماضي ايضا مع ايضا من النيجر عندما واجه سونيديب وفاز عليه 1-0 ذهابا وبرباعيه نظيفه ايابا، وهذا الموسم ايضا يبدا من النيجر عندما يواجه الحرس الوطني.
ايضا عمرو السوليه بعد تجديد تعاقده بيقول اسعى الى كتابه التاريخ ومزيد من البطولات. طبعا ابدا عمرو السوليه سعادته الكبيره بالتوقيع او تمديد تعاقده مع النادي الاهلي لمده 3 سنوات جديده، وقال الحمد لله الذي اكرمني بفضله 3 سنوات جديده، اتشرف وافتخر بهم بتمثيل النادي الاهلي، اسعى الى كتابه تاريخ جديد ومزيد من البطولات مع اعظم نادي في الكون، شكرا جمهور الاهلي العظيم على الدعم الدائم. سوليه يستحق الحقيقه كل التحيه وكل التقدير، ويستحق ايضا تمديد تعاقده. نروح بقى لمنتخبنا الوطني، اكتمال صفوف المنتخب استعدادا لمواجهه ليبيا. محمد صلاح رجع واوجه بالسلامه الى مصر. كيروش ايضا قال للجماهير عازمون على ان نكون افضل واقوى، ده عبر حسابه بموقع تويتر. قال ان الطريقه الوحيده التي يمكننا من خلالها ضمان النجاح هي العزم دائما على ان نكون افضل واقوى، ومن خلال التفكير في فوز الفريق. خلينا بقى نروح لتاريخ مواجهات منتخبي مصر وليبيا. الحقيقة تاريخ كبير والطويل الحقيقة ما بين المواجهات الكبيرة والكثيرة ما بين المنتخب الوطني المصري والمنتخب الليبي. منتخبنا الوطني طبعا يدخل هذه المباراة في المركز الثاني، لعبت 21 مباراة، 6 مباريات في تصفيات بطولة كأس الأمم الإفريقية، ومباراتين في تصفيات بطولة كأس العالم، و4 مباريات في دورة الألعاب الإفريقية، و6 مباريات ودية. منتخبنا المصري فاز في 13، ومنتخب ليبيا فاز في 5، وتعادل الفريقين في 3 مباريات. أكبر نتيجة فوز منتخبنا الوطني 10-2 عام 1953 بدورة الألعاب العربية، ده تاريخ مواجهات منتخبنا المصري ومنتخب ليبي. طيب أهم أرقام مباريات المنتخب الوطني وليبيا، 21 مباراة مواجهة، 6 مباريات خاضها، 6 مباريات قلنا كل هذا الكلام، وبالتالي كل التوفيق طبعا لمنتخبنا الوطني في مباراته القادمة. النهاردة برضو الصحف الإنجليزية اتكلمت عن تجديد محمد صلاح لعقده مع ليفربول، وقالوا ان هناك شرط جديد لمحمد لتجديد تعاقده مع ليفربول. صحيفة ذا سان قالت ان صلاح طلب الحصول على راتب اسبوعي يصل الى 380 الف جنيه استرليني، وان ما اثير على ان رغبة صلاح في الحصول على 500 الف جنيه استرليني اسبوعيا ليس صحيح، وقالوا ان رغبته تتراوح ما بين 300 الى 380 الف جنيه استرليني. الصحيفة قالت ايضا أن المحادثات ما زالت جارية بين الطرفين، لكن لم يتم التوصل لأي اتفاق حتى الآن. فيرجيل فان دايك هو أغلى لاعب في ليفربول، بيصل راتبه الأسبوعي إلى 235 ألف جنيه استرليني. وقالت أيضا الصحيفة أن محمد صلاح لا يقل أهمية بل تزداد أهميته عن فيرجيل فان دايك. محمد صلاح دلوقتي بيحصل على راتب اسبوعي يبلغ 200 الف جنيه استرليني. ايضا كلها اخبار لطيفه واخبار جميله جدا الحقيقه. احمد حجازي ثاني اعلى لاعب تقييما في الدوري السعودي بعد مرور 7 جولات فقط. الف مبروك لحجازي، عامل شغل رائع الحقيقه مع نادي الاتحاد السعودي في مباراته ديربي لنادي الاتحاد السعودي ضد اهلي جده السعودي. اتلعبت المباراه اعتقد امبارح او اول امبارح، وفاز او احمد حجازي الحقيقه احرز هدف رائع جدا جدا في هذه المباراه. الجمعيه العموميه تطلب فتح باب الترشيح للانتخابات لاتحاد كره القدم يوم 20 اكتوبر القادم. اذا لو صحت هذه الامور يوم 20 اكتوبر القادم من الممكن جدا ان احنا يكون عندنا اتحاد كره منتخب، او فتح باب الترشيح بعدها ب5 ايام بناء على الكلام اللي مكتوب ان بعدها ب5 ايام. يا رب ان شاء الله ده يحصل، لان كل ده مطلوب تعديله في اللائحه. قررت الجمعية العمومية لاتحاد كرة القدم وضع بند في اللائحة الجديدة يتضمن أنه بمجرد اعتماد اللائحة من جانب الجمعية العمومية للاتحاد في العمومية الطارئة، يتم الدعوة لانتخابات الجبلية وفتح باب الترشح لمجلس الإدارة خلال 5 أيام دون انتظار لرد الاتحاد الدولي لكرة القدم، مما يعني أنه فتح باب الترشيح لاتحاد الجبلية بحد أقصى 20 أكتوبر الجاري. خلينا نشوف ايه اللي هيحصل في هذا الامر. اتحاد كره القدم ايضا بيقول ان
القيد الصيفي ينتهي 7 أكتوبر ولا نية للمد. امبارح وأول الحقيقة كان هناك بعض الأخبار بتقول أنه من الممكن جدا أن اتحاد كرة القدم يمد القيد الصيفي لما بعد 7 أكتوبر، ولكن نفى الاتحاد هذا الأمر. محمد شوقي مسمار النادي الأهلي ومدرب الفراعنة يحتفل اليوم بعيد ميلاده. كل سنة وانت طيب محمد شوقي، واحد من أهم وأفضل اللاعبين اللي لعبوا في هذا المركز لسنوات طويلة الحقيقة في النادي الأهلي، عاصر مجموعة كبيرة من اللاعبين. وهو طبعا مدرب محمد شوقي، طبعا مدرب منتخبنا الوطني محمد، ولد يوم 5 أكتوبر عام 81 ولعب لأندية كثيرة بجانب طبعا النادي الأهلي، وفاز مع النادي الأهلي بثلاثة دوري وفاز بثلاث ألقاب كاس، بالإضافة إلى تتويجه ببطولة دوري أبطال إفريقيا مرتين، ونال برونزية كأس العالم للأندية، وحصد لقب بطولة كأس الأمم الأفريقية مرتين. وزي ما حضراتكم عارفين محمد شوقي صاحب واحد من الأهداف الجميلة جدا في مباراة البرازيل اللي اتغلبنا فيها 3-2، وأحرز هدف رائع جدا في كأس العالم للقارات 2009. طبعا كل سنة وانت طيب يا شوقي وعقبال 100 سنة. النهارده الحقيقه عندي حلقه مهمه جدا، لانه واحد من اهم اللاعبين اللي كانوا موجودين في جيل عظيم الحقيقه زيه زي بقيه الاجيال اللي دائما موجوده في النادي الاهلي من 1907 وحتى الان، ولكن واحد من النجوم الكبيره جدا في عالم كره القدم داخل النادي الاهلي، النجم الكبير كابتن احمد السيد. احمد السيد الحقيقه ميسي النادي الاهلي، وده الاسم اللي كان متداول ودايما كلنا كنا بنقوله له في الفتره اللي كان متواجد فيها في النادي الاهلي. احمد السيد حصد بطولات كثيره جدا 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 مع النادي الاهلي، كان كابتن للنادي الاهلي في فتره من الفترات، او كان تاني كابتن للنادي الاهلي في فتره من الفترات. يعني ان شاء الله تبقى حلقه جميله وحلقه ممتعه. خلينا نستقبل طبعا زميلي العزيز وصديقي العزيز وواحد من اللاعبين الكبار في النادي الاهلي النجم الكبير كابتن احمد سيد، ولكن بعد هذا الفصل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيفي في هذه الفقره النجم الكبير كابتن احمد السيد. ازيك يا ابو حميد؟ سلام، عامل ايه يا حبيبي؟ شرف ومنور. طبعا انا سعيد طبعا انا موجود معاك في قناه النادي الاهلي في بيتنا، وطبعا صح مش ضيف ولا حاجه يعني طبعا يا بيتك حاجه تشرف طبعا اكون معاك. انت من الناس فعلا المحترمه اللي قابلتها في حياتي يعني، ولعيب طبعا كنت لعيب كبير في الملعب. كنت بتلعب بعيد عني انت اكبر مني، بس انا طبعا والله استفدت من خبرات كتير يعني. ربنا يخليك يا حبيبي. لعيب يعني برضو من الناس اللي اثرت جدا في بطولات النادي الاهلي احنا خدناها يعني. الحمد لله، كانت فتره جميله جدا، وكانت فتره رائعه. في فتره من الفترات انت كنت كابتن النادي الاهلي في الفتره اعتقد، او كنت تاني حد؟ كنت تاني. كنت تاني بعد شادي. انا بقيت كابتن فعلي سنه واحده بس، اللي هي السنه اللي مشيت فيها كنت كابتن بقى، كان مستر جوزيه عيني كابتن يعني، كان في مشكله بيني وبين حسام غالي وشال منه الكابتنه، فبقيت انا الكابتن الرسمي. يعني قعدت قد ايه بقى قبلها كنت تاني كابتن في الفتره دي؟ من 2005 اول ماتش كان انيمبا اللي كسبنا فيه 1-0 هناك ده اللي كانت بعد سلسله انتصارات. الماتش اللي هو كان في المطر او 1-0 متعب. 1-0 متعب ده كان اول ماتش كنت ابقى كابتن فيه، وبعد كده كان في ماتشات بقى اما كان شادي بيبقى ما بيلعبش او مصاب. ده امتى دي؟ انا مش فاكرها. ايه؟ مش فاكرها. مش كانش بيشتغل لحد بياخدها مع البيت. كانش بياخدها مع البيت صحيح. بياخدها مع البيت. كانت ايام. طبعا. الحمد لله يعني برضو الواحد يعني عاش فتره كويسه وانت كنت معانا فيها، ويكفي الناس دلوقتي بتتكلم على الفتره دي طبعا يعني من احسن الفترات اللي كانت موجوده في تاريخ النادي الاهلي. أيوة. لان انا كنا يعتبر جامعين بين حاجتين، البطولات والكره الكويسه، ودي قلما ما بتلاقيها موجوده في فرقه. طيب الحقيقه بس قبل ما اكمل كلامي مع كابتن احمد سيد، بيان رسمي نزل من الاتحاد المصري لكره القدم في تدريب المنتخب اليوم، راح للشناوي حتى التاكد من حالته وتدريبات استشفائيه لصلاح. ابدا المنتخب الوطني اليوم تدريبه المسائي بمشاركه جميع اللاعبين استعدادا للقاء نظيره ليبيا مساء الجمعه، فيما ادى محمد صلاح الذي انضم لفريق اليوم بعض التدريبات الاستشفائيه، بينما لم يتمكن محمد الشناوي من اكمال التدريبات لاصابته بكدمه استوجبت راحته حتى التاكد من حالته من خلال الاشعه التي سيجريها صباح الغد. انا قلت لحضراتكم في بدايه كلامي الحقيقه النهارده ان انا يعني جات لي بعض الاخبار فيما يخص هذا الامر في محمد الشناوي. هو كان حاطط ثلج الحقيقه على رجله،
وبرضو عايزك برضو احمد تشترك معايا في النقطه دي لانها نقطه مهمه جدا. هو كان حاطط ثلج على رجله، ولكن اللي انا فهمته ان هو قد يكون شد خفيف في العضله الخلفيه ولا حاجه. هم دلوقتي في اتحاد كره القدم بيقولوا كدمه، نتمنى ان هي تطلع كدمه وكدمه بسيطه، ويلعب الشناوي يوم الجمعه ويوم الاثنين، وان شاء الله يلعب مباراه النيجر. اعتقد الشناوي واحد من الاسباب الرئيسيه سواء للنادي في فوز النادي الاهلي ببطولات كثيره جدا ومنتخبنا الوطني في الفترات الاخيره. طبعا انا بعتبر الشناوي هو نص فريق الاهلي يعني. الشناوي في ماتشات الشناوي هو اللي شايلها فعلا. انت يعني حارس المرمى ده بالذات في الفريق هو اللي بيدي امان لكل الخطوط يعني. انت لو عندك الدفاع بتاعك حالته متوسطه او هو مستواه متوسط، وعندك الحارس اللي وراه مستواه عالي جدا، فعلا بيشيل عنهم حاجات كتير جدا. اعتقد الشناوي بقيادته بان هو شخصيه قياديه بالكلام الكتير اللي بيتكلموه في الملعب يعني. طلع كوميكس كتير على الشناوي بيتكلم. هو ما لحقش ملحق لعب معانا. لعب معايا لعب معاك ناشئ. لا لعب معانا، طلع معانا وبعد كده غير مشي بقى الجيش او بتاع. بس هو شخصيه الشناوي هو طول عمره كده يعني، هو بيحب يتكلم يعني. اعتقد ان اول ماتش كان بيلعبه انبي وحضرتك كنت في الملعب كابتن الفريق. هو يعني هو شخصيه قياديه، ودي حاجه كويسه ان يكون هو حارس مرمى ان هو كاشف كل الملعب ويكون شخصيه قياديه. دي حاجه كويسه جدا يعني. فرق جدا يعني. هيفرق لو يعني لو الاصابه تاكدت، لو لا قدر الله الاصابه تاكدت. طبعا هيفرق جدا. طبعا طبعا طبعا، لان هو يعني ما شاء الله الشناوي كل الماتشات اللي بيلعبها حتى مع المنتخب حتى في الاولمبياد مان اوف ذا ماتش، وبياخد في كاس العالم. في كاس العالم خد مان اوف ذا ماتش، وبعدين كتير بعد كده في الاولمبياد ان هو في المنتخب وبعدين افضل اللاعبين طبعا. فدي حاجه كويسه جدا. دي كاس العالم للانديه تفرق معاك جدا. نتمنى يعني. رب يعني الحمد لله. الواحد اللي قلته لحضراتكم في البدايه كان يعني هو كخبر يعني، الحمد لله ان هو انا قلت كخبر يعني. الحمد لله كل المواقع نقلته عننا، وكنا لازم نتابع هذا الامر لغايه لما اتحاد كره القدم الحقيقه اصدر هذا البيان. ولكن هو بيقول ان هو كدمه، ان شاء الله ان شاء الله تطلع كدمه بسيطه ويطلع الشناوي او يلعب الشناوي مباراه يوم الجمعه. في حاجه ما ينفعش يلعب. نعم، لو في حاجه في شك ما ينفعش يلعب. لا لو في شك في شد هيبقى صعب. يبقى صعب ولا جمعه ولا اثنين. او كدمه. الكدمه عادي يعني، كدمه تمشي بنزل الجون، لان الجون يعني الكدمه بنزله عادي يعني. لكن لو في شد او في حاجه لا، ممكن الاصابه دي تتفاقم وغلط يعني. اكيد هم محتاجينه في الماتش الثاني، ممكن يتعالج الثلاث اربع ايام دول والله. هي لو خلفيه تعدي ممكن ثلاث اربع ايام لحد الماتش الثاني. الماتش الثاني انا شايف الماتش الثاني اصعب. اصعب من اللي طبعا هنا. طبعا صح. يعني انت حتى لو كسبت والماتش الثاني خسرت، هم اول برضه يعني انت لازم على الاقل الماتش الثاني ده نتيجه ايجابيه، سواء تتعادل او تكسب. تكسب الماتش اللي هنا فانت كده يعتبر تعادلت معاهم. وعندك افضليه ان عندك الجابون على ارضك، فبرضه دي افضليه ليك كويس. وعندك انجولا بره يعني فرقه عاديه جدا، فممكن تكسبها، تقدر تكسبها. لكن انت المنافس المباشر بتاعك لازم النتائج بتاعتك تبقى معاه ما يكسبكش. اللي هيفرق الماتش اللي جاي اللي هو اللي في ليبيا مش هنا. اللي في ليبيا انا شايف اللي هنا لا، حتى انت لو تعادلته هنا وكسبته في ليبيا انت برضه انت اللي هتبقى ليدر عليه برضه. طبعا ففي الاخر نتمنى يا رب ان شاء الله ان الشناوي تكون حاجه بسيطه. ويعني هعرف واقول لحضراتكم طبعا خلال الحلقه. معلش هنرجع مره ثانيه للبدايات يا احمد. وانت لعبت للنادي الاهلي من وانت صغير اعتقد. انا من ناشئين النادي الاهلي. انا اول ناشئين نادي النيل. لعبت من وانا عندي 9 سنين او 8 سنين في نادي النيل، ورحت الاهلي من عندي 14 سنه. كان يعني في مفاوضات كده مع نادي مزارع دينا اللي هو اتحاد عثمان، كان ساعتها شافوني قدامهم وكانوا عايزيني. فطبعا كابتن عماشه كان المدرب بتاع نادي النيل كابتن فتحي عماشه، وكلم كابتن خالد جدوله وكابتن ضياء السيد، قال لهم انا عندي لعيب هيروح مزارع دينا وانا مستخسر ان هو يروح هناك. فقالوا له هاتوا طب نشوف في الملعب. حلو. فنزلت اتمرنت تمرينتين بقيت مع الفرقه على طول. طول عمرك بتلعب ستوبر يعني؟ كنت وانا صغير كنت برضو كنت يعني عامل فيها باك رايت شويه كده عشان كانت رجلي طويله، فكنت عم بجري وادوس على باك ليفت بقى باك رايت يعني بتلعب باك رايت. وبعد كده ليبرو في اللي هي في الخطط القديمه 3-5-2. وبعد كده لما رحت الاهلي كابتن خالد جدال لا انت بلستارك كده مساك. وحطك كابتن خالد جدال. وانا ما ينفعش الا مساك. ليه انت مس باك ليفت صعب قوي؟ بس دي ما انت كنا نلعب انت انا باك ليفت وانت باك رايت، انت بتبقى طاير وانا واقف. ايوه على طول. انت لعبت كام مره كام ماتش يعني؟ لعبنا احنا لعبنا نجم الساحلي النهائي الماتش اللي هو بتاع بتاع هناك لعبت عشان امين الشرميتي. انت لعبت باك رايت وانا لعبت باك ليفت. انت لعبت باك ليفت بس انت كنت بتهاجم وانا اللي واقف. فكذا ماتش هو كان مستر مانو كان بيقعد يقول لي انا عايزك عشان تدافع مش محتاج منك هجوم. ان اللي قدامك هم اللي بيهاجموا، انا عايزك بس تقف تقفل الحته دي.
فالموضوع بيبقى صعب طبعا. انت ما بتبقى اه طبعا لا انت بتبقى على طول انت واخد ان انت بتدافع من جوه لبره مش من بره، فببقى واقف غصب عني مش عارف ايه اللي بيحصل، مش عارف اعمل ايه مش عارف اعمل ايه. ما انا فاكر الماتش انت كنت يعني الدنيا اتقفلت ناحيه الشمال احنا اصلا يعني احنا كل ماتشاتنا يعني فاكر ان مستر مانويل كان على طول الماتشات اللي تبقى بره نلعبها مثلا سواء مثلا في اسيك على طول الدفاع بيبقى احسن احسن حاجه يعني الملعب بيقول لك الخمسه اللي ورا هم احسن ان هم اللي شايلين الفرقه يعني فعلا الماتشات اللي بره دي انت مش محتاج حاجه غير ان انت اصلا انت رايح معاك نقطه، فمش محتاج ان انت تكسب، لو كسبت عادي لكن لو ما خسرتش مش مشكله بالنسبه لك. احنا الماتش ده كسبناه 0-0 لا 0-0 هناك لا هناك قبل نهائي قبل نهائي 0-0 اللي هو بتاع العرجون اللي هنا اللي خسرنا 3-0 اللي خسرنا 3-1 بتتكلم على نهائي 2007 2007 النجم الساحلي 2005 برضو تعادلنا 0-0 وكسبنا 3-3 ده ماتش ايه؟ ماتش النجم الساحلي برضو النجم الساحلي برضو النهائي انا بتكلم على اسك لا اسك ده اسك ده اسك ماتش هناك كسبنا 1-0 احنا كسبنا مرة انا فاكر الجول ان انا اللي عملته في المجموعات بتاع بوتريكا بتاع فلافيو فلافيو اللي احنا خسرنا فيه 2-1 2-1 وكنا كسبانين هنا 2-0 نطت في الجو كان حر جدا فيها اللي هو بقى لعبنا كلنا 10 دقايق وبعدين وقعنا ده الجو كان رهيب احنا اسك ما خسرناش منهم خالص هي المره دي بس اللي خسرنا فيها 2-1 كان فيها ديفوني وزيكورا وكده كده احنا كنا صاعدين لان هنا كنا كسبانين 2-0 كنا كسبانين 2-0 هنا بس على طول ماتشاتنا معاهم هناك يا بنكسب يا بنتعادل ما بنخسرش منهم الفرق اختلفت دلوقتي عن زمان يا احمد كل حاجه اختلفت كل حاجه بص يعني الواحد يتكلم بامانه كل حاجه في الكوره اختلفت بعد الثوره كل حاجه في الكوره اختلفت بمعنى المتعه بعد وجود الجماهير شخصيات اللعيبه يعني احنا يعني مش عارف اقول لك ازاي انا فرقتنا كانت كلها كباتن اسلام الشاطر كابتن عماد النحاس كابتن بركات كابتن ابو تريكه كابتن تحس ان الفرق كلها فيها كباتن جمعه شادي انت كله جمعه شادي كله يعني اي متعب كل واحد متعب طبعا يعني شوقي لا وغير كده وكده احنا كلنا جايين الفرق يعني اسلام لما جه النادي الاهلي معاه خبرات صح لعب افريقيا 27 28 لا مع افريقيا يعني لعبت افريقيا لعبت هنا لعبت في الاسماعيلي افريقيا لعبت في الاسماعيلي وصلت نهائي افريقيا مرتين مع الاسماعيلي قصدي ان 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 احنا كنا نحس ان احنا الناس شايفانا كلنا ان احنا كلنا نجوم وكباتن لا دلوقتي بحس ان عشان تلاقي قائد في فرقه وفعلا حد بيلم الفرقه وحد يشيل فرقه تبقى صعبه شويه تبقى صعبه صعبه جدا صعبه جدا يمكن ده اللي مخلي النادي الاهلي مختلف ان انت عندك النوعيه اللي انت بتتكلم عنها دي طبعا النادي الاهلي في كتير يشيلوا في الملعب يعني عندك مثلا عندك الشناوي عندك ايمن اشرف لعب من ايامنا كان بيلعب عندك وليد سليمان وليد سليمان عندك سعد قبل ما يمشي سعد اوضه اللبس بتاعت النادي الاهلي هي اللي حاكمه الفرقه ودي اخطر حاجه اوضه اللبس ان انت في حاجات كتيره بتخلص على الفرقه بسبب اوضه اللبس ان اللعيبه بتبص لبعض في فلوسها اللعيبه بتبص لبعض لو ما بيلعبش مشاكل كتير بين اللعيبه لو انت حاكم اوضه اللبس كويس وكذا حد اتكلم على القصه دي ان اوضه اللبس هي الفيصل في مكاسب الفرقه محتاجين نفهم يعني ايه اوضه اللبس هي الفيصل بمعنى وانت قلت نقطه مهمه جدا جدا الناس كانت بتتكلم دلوقتي اصبح الفلوس يعني انت كنت بتبقى عارف مثلا انت جنبك كان بيلعب وراك عماد جنبك شادي جمعه بتاع كنت بتعرف كل واحد بياخد كام ولا انت كنت ولا مع نفسك؟ ولا حد كان ولا حد عمرنا ما كانت فارقه معاك ولا فارقه معايا ليه لان كل واحد عارف ان اداره النادي الاهلي بتقدر كل واحد على قد يعني انا ما ينفعش انا كابتن عماد النحاس او كابتن كابتن اسلام الشاطر ما ينفعش اخضر منه لان هو اكبر مني هو اكبر مني لعب قبل مني فهي بتتحسب كده ان كل واحد انا وائل كنا في نفس السن ولعبنا في نفس الوقت بس هو اكبر مني ما ينفعش ان انا ابص انا راضي عن انا باخده انا راضي عن انا باخده والدنيا بتكسب وبناخد بطولات عشان كده احنا كنا بنكسب بطولات وفي حاجات كنا يعني في ماتشات ما كناش بنستاهلها يعني ماتشات تبقى الفرق مقطعانا واحنا بنكسبها عشان احنا كانت روحنا كويسه مع بعض ما حدش بيزعل من التاني اللي بيلعب بيساند التاني على طول يعني احمد بيلعب او شادي او وائل احنا الثلاثه بنحب بعض انا الحقيقه في الفتره دي يعني كنت انت وشادي وائل وجمعه ورامي صدق لا بتكلم على الفتره المجموعه اللي كانت بتلعب دايما انا ما كنتش بحس ان مين بيلعب اساسي ومين يعني كلكم كنتوا بتلعبوا وعمرنا ما كنت فاكر احنا كنا بنستنى فاكر لما كنا نستنى الورقه لسه كان معايا محمد سمير كان معايا من كام يوم قال لي نفس الكلام قال لي فاكر لما كنا بنقعد نستنى الورقه لما سعيد احمد يخش بيها وعصبنا كلنا يعني انا مش هنسى مره يعني ابو تريكه المفروض ان انت ابو تريكه الموضوع بالنسبه لك يعني انت ضامن اي حاجه مالكش دعوه انت بلازم قال لي بس شويه في ماتش فايه لقيته قاعد فبقول له ايه فقول له انت ما استحميتش ليه؟ قال لي مستني الورقه فقلت له انت مستني الورقه ما احنا نستني ايه؟ مستني الورقه قال لي فقلت له ايه؟ قال لي يا عم انا كنت ملوش الماتش اللي فات ومستر مانويل مش مضمون فمستر مانويل عمل معادله ان ما حدش ضامن مكانه طول ما انت مش ضامن حاجه فانت هتعمل كل ما بوسعك عشان
تأدي احسن حاجه. يعني لو واحد ضامن مكانه، عشان كده انا بحب المدرب اللي يجيب اتنين نجوم في نفس المكان. في في يعني في مثلا فريق برشلونه تلاقي سواريز بيلعب بس اللي موجود مثلا تحتيه عادي اسمه مش معروف، لكن انا مبدا ان انا اعمل منافسه ما بين الاثنين ده كويس جدا. وفي النادي الاهلي دلوقتي في كده. يعني الاداره انها تدعم بلعيبه، وانت عندك اصلا يعني السنه اللي فاتت الناس كلها انتقدت ايه؟ دفاع الاهلي. صح. قال لك دخل فينا اجوان كتير، بس انت فرقه هجوميه فده طبيعي، ما انا بقى ما انا عشان اهاجم وافتح الخطوط واضغط من قدام فهيخش فيها اجوان كتير. الفكر بتاع جوارديولا ان انا بقول لك انا اهم حاجه يجيب مثلا اربع اجوان يخش فيها اتنين، المشكله انا كسبت خلاص. فالناس كلها بتتكلم على هجوم الاهلي ان هو قوي جدا. حصل تدعيمات ايه؟ في الهجوم. عشان يتعمل منافسه. ان انت عندك في الدفاع دلوقتي في خمسه سته، عندك مثلا مهاجمين، عندك محمد شريف. محمد شريف لعيب كويس جدا وهداف الدوري وعامل ارقام تاريخيه، اما يجيب حسام حسن لا هيبقى في تنافس ما بين الاثنين. فاكر مستر مانو كان بيعمل فينا ايه؟ كان بيقول لنا ايه؟ يقول لك انت لاعب بره، لاعب بره مستني. انت لو لعبت وحش النهارده فانت بتنزل كل ماتش اكنه اختبار ليك. صح. وانا حقيقة. انا واحد عن نفسي كنت بنزل كل ماتش اقول انا ده انا الماتش بالنسبه لي ده اختبار، مستر مانو بيختبرني. فانزل اموت نفسي عشان عارف ان في ناس قاعده بره مستنيين. صح. ده حاجه كويسه جدا. فدي اللي عمله يعني دي نجاح لاداره الاهلي ان هي فعلا بتعمل الروح التنافسيه دي تبقى حاجه كويسه جدا. بس هو مانويل عمره ما قلب عليك تهيألي ولا بيقلب عليك؟ هو قلب عليا مره واحده الصراحه. مره واحده. ماتش ال 2011 ماتش كان بعد الثوره ماتش الوداد انا رديت عليه وعمري في حياتي ما رديت عليه. هو بيكلم معايا عادي جدا وبيقول لي على حاجه فانا بقول له ايه؟ بيقول لي احمد مش عارف يعمل كذا فنتني بقول له ايه؟ بقول له هو كل حاجه احمد؟ هو حتى استغرب هو فاكرني بهزر لاني متنشن. بس انا ما اعرفش انا تنشنت ليه معاه. فلقيته قال لي ايه؟ فبعد عملت ماتش اسوء ماتش عملته في حياتي. كان ايدي كانت ايدي كانت يعني في جسد بس كان قوي قوي وانا من النوع اللي على طول بحب اعمل تاكلينج وكده. فالتاكلينج في ايدك وجعك تيجي تنزل وجعك. فعملت ماتش وحش قوي يعني اسوء ماتش عملته في حياتي لان انا 3-3. فجي بعد الماتش لقيته تاني يوم بيقول لي بطريقته بقى قال لي اوكي انا اكتر واحد بحبك في مصر وانت بترد عليا كده. تعرف بقى اما بيقلب على واحد بقى قعدت قد ايه؟ ثلاث شهور. ثلاث شهور بره. ثلاث شهور يوم المعسكر باجي لبس خروج خلاص انا فهمت. قعد ما هو لوحده كده جه قال لي انا كنت بعاقبك وانا يعني انا اللي بحبه بدأ منه. هو كان من الناس اللي بتحبك جدا جدا يعني كان عنده قناعه باحمد السيد بعيدا عن الكوره كمان كشخصيه كمان. انا كنت بص هو يعني احلى حاجه وكان بتعجبني فيك برضه يا اسلام انك تبقى سهل في لعبك. طول ما انت تبقى بتعمل السهل لو عملت مستواك بقى 7/10 وثابت طول السنه احسن ما يبقى مره 8 ومره 2 مره واحد مستوى متذبذب ده. انت من الناس والله العظيم يا اسلام مش عشان انت مستواك كان ثابت، مستوايا مثلا كان ثابت، مستوى بركات ليه ثابت وبركات ساعات كان بيقعد ايه جاب لنا شويه على الخط القصيره دي بيقعد يعمل التاكلينج وبتاع قدام الراجل وبعدين الماتش فاكر الماتش بتاع ماتش بتروجيت لما سايبك انت وهو واقف قدام واقف يا ابني ارجع يا ابني عليك ثلاثه كان اسامه محمد وليد سليمان ومحمود عبد الحكيم والثلاثه بيلعبوا عليا وانت قلت له يا بركات يلا عايزين نهاجم بس مش عايز نرجع عشان لا هو ايه وكان اصل مانويل كان واقف جنبنا على الخط فهو اقول له تعالى يقول لي حاضر يجي قدامه يعمل اتنين تاكلينج وبتاع بكره حياتي ان ما كنت بلعب جنب مستر مانويل على الخط. هو مشكلته في حاجه ان هو حتى لو عايز يبلغ اسلام حاجه يروح يقعد يوترني انا يقعد يقول لي ايه احمد قول لي اسلام مش عارف ايه فاحمد وانا بقى ايه اتوتر معاه وكل كوره باصيت لي فيها بروح الناحيه الثانيه بكبر دماغي خلاص خلاص تبقى بعيد بنساه بقى خلاص. لا هو كان بيوترنا هو كان دايما بياخد اللي جنبه وما يتعصب يشوف اللي في وشه ويصطاده. إيه انت وحظك. يعني في ماتشات انا كنت ببقى كويس فيها يقوم يعمل لي الحركه بتاعته دي عارفها حواليني كده فانا انا مستغرب انا ببص له انا ده عدى بالظبط من ماتش خمس دقايق الكوره ما جاتليش ليه تروح عامل لي الحركه دي؟ فاستغربت هو كان بيبقى ليه طريقه كده. طب ولما كان يخش يصفر؟ لا 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 هو اكتر حاجه كانت بتبقى كوميديه لينا اما بنعمل ماتش وحش ونيجي تاني يوم الاجتماع اللي في الاوضه اللي جوه ده كلنا قاعدين مستخبيين جوه بعض خايفين اما يصطاد واحد هو كان بس كان غالبا بيصطاد ابو تريكه يا بركات حد يعني هو اكتر واحد ابو تريكه ابو تريكه يعني هو خلي بالك مش عارف ليه الناس ما يعني ما بيحكي الحكاوي دي الناس ما بتصدقش يقول لك ابو تريكه هو انا مش هنسى مره اما قال له فاكر اما قال له كان يا مكان كان عندنا لعيب اسمه ابو تريكه نزل الشوط رايح جايب اربع تجوان لعب كروم ساعتها انا يعني هو بص هو عنده ملكه عارف هو بيخش لك منين هو عارف ان مثلا ابو تريكه بيستفز لما بيستفز بيطلع احسن ما عنده كان يقعد يقول على طول انت ومتعب ما بيحبش يزعلنا كتير احنا انا لما حد بيزعلي انا طول عمري كده لما حد بيزعلي بتاثر ما بعرفش اركز فانا قلت له كذا مره ما بحبش حد يزعلي
فهو عارف يخش الاسلام منين، وعارف يخش البركات منين، وعارف يخش المتعب منين. ده ذكاء منه. كان بيخش البركات ازاي بقى؟ لا هو بركات، هو بركات حد بيخش له، ده اذكى واحد في التاريخ. لا لا بس ده فظيع. تمرين المان تو مان، راجل المان تو مان الملعب كله دي كان يروح ماسك واحد واحد من العيال الصغيرين عشان ومستر مان يقول له يا بركات، هو فاهمه ان هو بيهجس، هو بيهجس بس طبعا عشان هو بيحبه. فهو لا بركات كان من اللعيبه المحترمه جدا جدا. مين؟ بركات. لا طبعا ده نجم كبير. يعني انا شايف ان بركات طبعا يعني محترم ابو تريكه، طبعا ابو تريكه نجم كبير وفرق معانا، بس بركات في ماتشات كتير قوي خلصها لنا. بجد ماتشات. لا انا مش عارف ليه دايما المقوله تقول لك ان بركات ما خدش حقه. لا يا جماعه بركات واخد حقه، وبركات نجم كبير والناس كلها بتحبه والاهلاويه بيحبوه جدا. والفرق شويه ابو تريكه عن بركات المنتخب. يعني المنتخب بيعلي شويه. طبعا الفتره بتاعت كان 2006 2008 ابو تريكه كان هو اللي شايل المنتخب، فدي فرقت شويه. لكن انت لو بصيت لاداء بركات في الملعب، لا بركات بيلعب في اي حته. بركات بيقعد يجري في الملعب كله، بيلعب في اي حته. بس هي طبعا بتبقى هي منتخب ده محظوظ، يعني واحد مثلا في المنتخب مميز شويه، واحد مش مميز. وائل جمعه مثلا في المنتخب كان مميز قوي. صح. يعني كنا كلنا في نفس الوقت بنلعب كلنا، بس وائل فرق شويه ان هو كان في المنتخب. وائل طبعا لعيب كبير وتعلمنا منه يعني. فهي بتفرق فرقه بركات عن ابو تريكه في دين. ابو تريكه كان في المنتخب مميز قوي، دي اللي فرقت معاه. لكن بركات انا كنت شايفه من احسن لعيبه في الجيل بتاعنا. بتشوف دلوقتي اللعيبه برضو، السؤال ده انا دايما بساله للنجوم اللي بتجيلي، ان احنا لما بتلاقي عماد النحاس مدير فني في المقاولين، بتلاقي بركات كان مدير المنتخب، دلوقتي وائل جمعه مدير المنتخب، ومحمد شوقي وعصام الحضري، والمجموعه اللي انت كنت بتلعب معاهم وانت في شغلك، وده وعماد متعب في نائب الرابطه، وده هنا وده هنا، وحسام غالي موجود في البرلمان وموجود في النادي الاهلي وشركه الكوره، بتحس بايه يا احمد؟ انا طبعا مبسوط لهم جدا، حاجه بتبسطني جدا، لان انا بحس ان انا يعني قعدت معاكم اكتر ما قعدت في فيديو. صح. فانا بيجي لي وقت كده بقعد مع نفسي، تحس ان انت عارف انت ما قلبك ياكلك كده والحنين ياخدك اقعد افتكر بقى الذكريات مع بعض احنا مسافرين. بتبقى برضو متضايق ان انت برضو الناس دي عشت معاها. فانا عشنا مع بعض اكتر ما كنا في بيوتنا. احنا كنا على طول معسكرات ومسافرين. طبعا ببسط لهم جدا يعني. انا اخر طبعا حاجه وائل جمعه مسك مدير المنتخب، وائل من الشخصيات اللي فعلا القياديه. يعني انا كنت كابتن على وائل جمعه، لكن انا بحس ان وائل هو كابتن في الملعب بكلامه بطريقته. ده اللي انا دايما كنت بتكلم فيه، حتى امبارح اتكلمت فيه في قصه الكابتن بتاع محمد صلاح واحمد فتحي. انا قلت يا جماعه الكابتنه هي الشاره طبعا وكل حاجه، ولكن في ناس بتبقى في الملعب هي كابتن الفريق، مش محتاجه شاره يعني. هو انا الكابتن 80% دوره بره الملعب و20% في الملعب. ان انت في الملعب بتبقى لو انت كسبان خلاص انت مش معاك دور الكابتن. لما تبقى خسران هو بيبدا يتكلم ويبدا يحمس في اللعيبه. لكن الدور كله بيبقى بره الملعب، الدور كله بيبقى في اوضه اللبس، الدور كله بيبقى في في في, في الاوتيل وانت قاعد قبل الماتش، طريقه الكلام، تحفيز اللعيبه، نفسيا بتتعامل مع اللعيبه ازاي، في مشكله بتعرف تحلها ازاي. ده دور الكابتن. الكابتن مش شاره بس، الكابتن ان انت تبقى انت ممكن واحد ما يبقاش كابتن بس هو ليه دور في الفرقه. يعني مثلا زي عماد النحاس. عماد النحاس ما كانش كابتن، ده كان ليه دور في الفرقه. عماد بيحل حل مشاكل كتير. لما ممكن يحصل مشكله بين اثنين تلاقي عماد بيتدخل، ان هو كان اكبرنا سنا فاحنا بنسمع. ما كانش عصبي ولا حاجه. لا عماد اراني عصبيه. فظيع اراني عصبيه. بيحب العصب، عصبي جدا. دلوقتي بيقولوا لي هو اتغير خالص يعني. هو في الملعب بشوف الماتشات بحس ان هو هادي، بيتفرج على الماتشات وهو مدرب بحس ان هو هادي جدا. يعني مش هو ده عماد. تبقى قاعده جنب مراتي اقول لها عماد النحاس ده كان بيقعد يزعق لي كتير قوي. بيقعد يتكلم معايا بطريقه، بس هو كان عصبي في الملعب. بس هو يعني الواحد لما كبر وبقيت العب بفرق تانية ولقيت نفسي انا اللي كبير في الموضوع وانا لازم اتكلم، لا فعلا الكلام ده بيفرق. بيفرق، بيهدي الدنيا. بيفرق. بص احنا كان مميزين عن اي فرقه في جيلنا ان احنا بنتكلم كلنا مع بعض. مظبوط. كله يعني ونخاف على بعض. يعني تلاقي مثلا اسلام من الباك رايت، يا احمد خلي بالك يا وائل مش عارف. احنا بنتكلم مع مستر مان على طول، كان يقعد في التمرين اتكلم ما تسكتش. اتكلم كلنا بنتكلم، محدش كان بيسكت. حتى متعب من قدام كان يتكلم، فلافيو كان يرجع يتكلم. الوحيد اللي كان ساكت طبعا جيلبرتو، كان بيفتح. لا جيلبرتو هو وفلافيو، حتى فلافيو ده طول عمره ساكت. في ملكوت تاني خالص، ملوش دعوه. تحس ان هو مش معانا. جيلبرتو اول ماتشات افريقيا بنلعب ماتش درجه حراره مثلا 50 والرطوبه عاليه، ربع ساعه ماشي، كان بيسميني جمبيز بالبرتغالي بلغتهم يعني جمبري، عشان كنت انا بعمل تكاليف. قال لي جاي بيقول لي ايه جمبيز، بنزين خلص. لا بشيل الطين دول بعد ربع ساعة. لا عشان كان بيلعب جنبك، شفايفه بيضت ويقعد يمصمص في شفايفه كده، وخلاص بعرف ان جيلبرتو خلاص راح خلاص. بس هو الراجل مانويل كان بيحبه جدا. هو يعني لعيب ذكي جدا جيلبرتو. هو اصلا هو مكانه
في نص الملعب، بيلعب هاف ليفت او مكانه، بس هو طبعا مسمله لما حصل اصابات وبتاع راح موظفه في الباك ليفت. فهو دفاعيا هو مش مميز، هو عارف ان هو كده مش مميز. فاهم؟ يعني كان عشان كده بيحطك انت وراه. اه هو على طول بنلعب بثلاثه عشان كده، عشان انت تعتبر ان اسلام طلع وائل جمعه بيغطي. صح. جلبرتو طلع، احمد سيد بيغطي بنبع، يعني زي الطريقه اللي بيلعب بيها اغلبيه فرق العالم اليوفي 3-3-5-2 3-4-3 بنبقى واقفين بالعرض كده، كل واحد بيدافع في مكانه. فاكر احنا كنا لسه مالو بيقول لنا ايه؟ انت في المربع بتاعك واسلام لو اتحرك من عندك الفرويد وقال ياخده، راح لكده انت تاخده. فاكر كان بيمرن في كان ويقسم المربعات كلام. بس فدي طبعا فرقت معانا. احنا ميزه ان احنا كنا عارفين امكانياتنا كويس قوي كلنا، بس احنا كنا رجاله في الملعب بجد. يعني احنا كنا في ماتشات فعلا كانت صعبه جدا ارضيه الملعب. صفاقسي، فاكر الصفاقسي؟ لا ارضيه الملعب احنا كنا بنستفز جدا. يعني برده خلي بالك برده يعني حظ الاجيال دلوقتي ان الفرق في افريقيا بقت ضعيفه جدا. احنا ايامنا كنا بنروح لها فرق مغموره وفرقه جامده، يعني فرقه بتبقى ندي بالنسبه لنا بطريقه رهيبه. يعني فرقه اسيك دي كانت فرقه احنا لو الواحد عمال يفتكر الاسماء مازيمبي كلها مازيمبي ولا مازيمبي ولا اسماء ايه انيمبا كان فيها فرقه انيمبا اصلا يعني كانت اساسا السفر بتاع نيجيريا والبلد اللي بتروحها بتاعه. احنا قعدنا ساعتين في طريق والطياره اللي هي اللي تقع لا ونروح هناك نلاقي كشك معلق بيبيع لحمه راس، بس لحمه راس قرد. ايوه والناس معلقه قرود وايه المنظر ده جوه القريه. انت بتفكر جوه الشاور كان ايه؟ كان جردل لا كانت الدنيا ساعتها التماسيح بتعدي حواليك كل حاجه لا والناس وتلاقي الناس في الملعب يقعدوا انت داخل لواحد يشتمك والناس تقعد تعمل. والماتشات مثلا بتاعت الهلال في السودان، فاكر ماتشات الهلال في السودان كانت بتبقى صعبه ازاي علينا؟ بحس دلوقتي لا الفرق في افريقيا بعد الثوره يعني بعد قصدي كورونا وبعد الدنيا دي الدنيا اختلفت خالص. الفلوس يعني فرقه مازيمبي دي كان من اغنى الفرق وكان فيها لعيبه جامده جدا، دلوقتي اي حد بيكسب مازيمبي. فرق حتى شمال افريقيا بدات الدنيا برده تقل شويه، يعني دي حاجه كويسه جدا برده. يعني انت في فتره الكورونا ان النادي الاهلي الوحيد اللي كان واقف على حيله، يعني دي حاجه فعلا فرقت جدا. النادي الاهلي هو الوحيد اللي صرف فتره الكورونا، كل الفرق ما كانش فيها فلوس. فدي حاجه كويسه تحصل طبعا لمجلس الاداره كابتن محمود الخطيب ومجلس الاداره، ان انت في وقت ما العالم كله ما فيش فلوس انت كنت بتدعم وبتجيب صفقات. ايوه فرقت معانا جدا. فكانت فتره مهمه جدا. ميسي يعني ايه ميسي وليه ميسي؟ يعني احمد السيد اللي بيلعب ستوبر يبقى ميسي؟ هنعرف ولكن بعد هذا الفاصل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. ميسي اشمعنى؟ والله يعني فجأة كده هو مستر مانويل يعني جت في تمرين كده، فاكر التمرين اللي هو الفينش ده كان 2004 2005 2000 لا 2007 لا 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 قبل 7 2005 كان مسميني مارادونا. كان الاول يقول لي مارادونا، بعد كده ميسي دي بعدين لما لعبت عليه بقى. فهو في التمرين كان فاكر كان بيحب يعمل الفينش اللي هو الار 2، فاكر ما بيحبش حد يشوط، بيحب يركنها. فانا التمرينه دي كنت غريب قوي فيها، عمال بشمال ويميني عمال احط في حتت غريبه ما اعرفش، وتروح بشمالي كده ويخش جول. انا اصلا مستغرب نفسي يعني انا مستغرب. لقيته راح هو لوحده بره قال لي ايه ده انت بتلعب بشمالك؟ ده انت بقيت ميسي بقى خلاص. هو وقف وقعد يسقف. انا قعد يسقف وقعد يقول لي انت ميسي وقعد يبص للسما كده ويعمل وبتاع. هو مستغرب. بس فهو ساعتها بقى قعد يقول لي ميسي ميسي ميسي. حتى هو متنرفز ساعات كان بيقول لك ميسي على طول. لا هو المشكله بقى مش فيه، اما رجع بقى الولايه الثالثه بتاعته اخر ولايه كان معاه مساعد اسمه بيدرو. فبيدرو شايف مستر مانويل عمال يقول لي ايه ميسي ميسي، قال لك بقى ده يعني ده حاجه. التاني شافني ورا عم بلاترس الناس. مين ده؟ مستغرب قوي. ميسي كده. رحت انا رحت قلت له على فكره مستر بيرو ده ميسي ده، بس ده نيك نيم كده. في الحقيقه انا ما بعرفش اباصي. ما بعرفش اباصي. مستر بيرو قلت له ما بعرفش اباصي، ده انا مش حريف، انا مش تاخد مني حاجه ان انا اقطع رقص يعني. ايوه. كان هناك دايما تعاون وكلام كتير مع المدربين في الوقت بتاع مانويل جوزيه. من اللاعبين يعني. طبعا هو كان بيشتغل على العامل النفسي اكتر. ما انت مع ميسي اهو. ده ماتش ايه ده؟ والجمعة كان بيحلق في السوري عمال يحلق. الجمعة بيحلق على طول انت عارف. هو قال الماتش ده هو قال بيلعب ناحية اليمين وناحية الشمال، فهو ميسي جاي من ناحيته وهو من ناحية الشمال، فهو عمال يقول لي ايه؟ خش خش. قلت له ما تخش انت وائل، انت خايف ليه؟ تخش انت. احنا الاثنين عمالين نرجع بظهرنا زي اسماعيل ياسين في الفيلم، نرجع بظهرنا وهو عمال جاي علينا واحنا مرعوبين احنا الاثنين، جاي بوشه علينا احنا الاثنين خلاص. بص هيغربنا احنا الاثنين، فعمالين نرجع بظهرنا احنا الاثنين خايفين نخش. وعملوا لي يا ابني خش ما تخافش. قلت له ده ماتش ايه ده اللي بتاع ده ماتش بتاع ويمبلي ده ماتش كان ودي ده في ويمبلي. انا كان 1-0 ليهم وبعدين اتعادلنا
وبعد كده بقى هم احكي لنا برضو قصه ماتش هنا الماتش بتاع هنا برشلونه هنا بتاع المقاويه. هو ده الماتش ده كان عملت قصه ساعتها. لا ما هو انا كنت الفتره دي كنت كان يعني مستواي كان عالي جدا. ده ماتش بقى يعني ماتش مقاويه وفي العمر. فهو مستر مانويل بيقول التشكيل، فانا كان قبلها برضو بسنه او سنتين كنا بنلعب ماتش نهائي الدوري مع الحرس، لو احنا كاسبين الدوري ونحتفل. فحطينا احتياطي. فانا اتضايقت، هو جه قال لي، قلت له يعني ده ماتش برضو عايز العبه ده كده، راح منزلني الشوط الثاني. فالماتش الثاني برضو نفس الحركه، فانا قلت هو نفس الحركه يعملها معايا. هو قال التشكيل، قال احمد السيد، قال وائل، شادي، عماد النحاس، احمد عادل. فانا طبعا ايه، هو انا قاعد ثاني صف، هو شايفني لان انا قلبت وشي. فراح عارفين بقى مين الباك ليفت؟ المفاجاه، قالوا مين؟ قالوا له، قال لهم احمد السيد. فكله استغرب ليه؟ قال لهم عشان يمسك ميسي. ميسي يمسك ميسي. بركات على الجنب، قلت له يعني العالم كله مش عارف يمسكه، انا اللي همسكه انا. انت يعني طبعا كانت هي هو كان عايز نقفل عليه الحته دي طبعا، بس ده ما بتقفلش عليه حاجه. ده كان ساعتها كمان ايه؟ هو كان لسه كان ميسي وايتو ورونالدينو، ميسي وديكو وايتو وديكو رونالدينو وجولي رونالدينيو وماركيز وبيول وترام. يعني الناحيه بتاعتي كان فيها ترام، كفايه ترام ده. كفايه ده صحيح. لا وطويل وحاجه مرعبه. الفرقه كانت مرعبه جدا. بس طبعا احنا يعني بالنسبه لنا يعني احنا بنلعب برشلونه، وكان مباراه استعراضيه. بس ساعتها انا فاكر في الناس في الشارع كان رد فعلها، احنا وصلنا ناس الاسلامي ان احنا هنكسب اي حد. قالوا لنا كسبوا برشلونه دوم ثلاثه يعني. فقعدت اتكلم، قلت له يعني ماشي احنا ممكن نعمل معاهم نتيجه كويسه زي ما كسبنا ريال مدريد، لكن هتبقى ثلاثه قوي، الفرقه صعبه قوي يعني. فرقه ثلاثه ايه ده احنا ما يعني لا صعب قوي يعني. هم لو وقفوا هزروا كده هيدوها، وهم فعلا كل الاجوان بتاعتهم هم احنا مقفلين صح، لكن الاجوان كلها اربعه غير اللي ضاعوا يعني. بس هي كانت احتفاليه اكتر يعني، كانت احتفاليه اكتر منها اي حاجه تانية طبعا. واي ماتش يعني انا برضو لازم نعرف ان احنا في فرق شاسع بيننا وبينهم في كل حاجه، سنين ضوئيه في الكوره ما بين مصر. ايه الفرق؟ ايه بص ليه دايما الناس تسال كده؟ ليه دايما يقول لك احنا بنتفرج على كوره غير الكوره؟ العقليه. العقليه. انت بتلاقي هنا اللعيب تعامله مع نفسه وتعامله حياته بره الملعب ازاي، وحياتهم هناك بره الملعب ازاي. معلش كريستيانو رونالدو كام دلوقتي؟ عنده 36 سنه او 37 سنه، وحافظ على نفسه، جيم، بطن، ريكفري، بيعمل كل حاجه. اشتغل على نفسه مع انه عنده 37 سنه وعمل كل حاجه. اي حد في مصر هنا بيعمل واحد على 1000 من اللي بيعمله كريستيانو ما بتعرفش تكلمه. اللي بيعمل اوفر ما بتعرفش تكلمه. تلاقيه لعيبه تلاقيها على طول ما بينامش كويس، ما بياكلش كويس، ما بيهتمش بنفسه، ما فيش تغذيه، ما فيش حد يهتم. فدي ده فرق كبير. هم اللعيبه بره هو شغلتهم الكوره. تلاقي لما بتيجي تتكلم عن التفكير اللاعب او شخصيه اللاعب، لان انت تعاملت مؤخرا في الموضوع ده مع مجموعه كبيره. بقاسي الموضوع ده كتير يعني. فعلا انت يعني انا شايف ان الانديه قبل ما تعاقدوا معايا لعيب يقعدوا يتكلموا معايا. عقليته بتفرق جدا. انت فعلا؟ طبعا بتفرق جدا. انت بتتكلم مع واحد، معلش يا اسلام، ايه الفرق بين الجاهل والمتعلم؟ المتعلم بيعرف ياخد القرار الصح في الوقت الصح، والجاهل عشوائي بياخد اي قرار وخلاص. ده قيس على اللعيبه. لو اللعيب فعلا مش متعلم او مش لازم تعليم اللي هو خريج طب او خريج هندسه، هو يكون مثقف، يكون عقله فعلا عاقل، بيعرف يفكر. هتفرق معاه في كل قراراته في الملعب. اما بيبقى توب فورم بيبقى بيتعامل ازاي، اما بيقع بيتعامل ازاي. احنا كان في اوقات اللعيبه بتقع كتير عندنا، انت مستواك قل وانا مستواي قل. كلنا ده طبيعي يعني. طبيعي. ومستواك وسنه الحياه، وكنت بتعمل ماتشات جامده جدا عمره ما يبان عليك. صح. ان انت متنك. ابو تريكه كان يبقى جايب جون مع المنتخب ومكسب مصر كلها بتتكلم على ابو تريكه، انت عمرك ما تحس ان ابو تريكه متنك علينا. صح. ليه؟ لان هو عقليته ده اللي ميزه ابو تريكه عن ناس كتير في جيله، يعتبر يعني مهاراتهم اعلى من ابو تريكه بمراحل. بس الفرق ان ابو تريكه بيعرف يقول ايه وما يقولش ايه، يعرف يتكلم امتى، يعرف يرد امتى، التايمنج بتاع الرد بتاعه بيقول ايه. دي بتفرق جدا في اللعبه. انا شايف دي لو فعلا كل نادي بيتعاقد مع لعيب يقعد يتكلم معاه كده هتفرق معاه جدا. هو انا اللي يفرق معايا الكلام ولا الملعب؟ ما هو الملعب كنادي. ما هو النادي، ما هو لو هو فكره على قده يعني، هو فعلا فكره على قده في حياته، هيبقى فكره على قده في الملعب. فرق كتير مع ناس كتيره في الثقافه. انت تعاملت الفتره اللي فاتت فعارف. طب انت عاشرت ناس كتيره في حياتك. اكيد قابلك ناس كده. انت تلاقي واحد لعيب كويس قوي بس تقول لك ايه، تقول لك ده في ملكوت تاني، هو مش دارب الدنيا. فهو فعلا اللعيب الذكي، انا بقول كده، لعيب الكوره 60 65% منه ذكاء
والباقي كله مهاره وبدني وقوه وكلام. هنكمل كلامنا مع كابتن احمد السيد، ولكن خلينا نشوف ماذا قال جمهور النادي الاهلي عن النجم احمد السيد. احمد السيد طبعا يعتبر من ابناء النادي الاهلي، والتزامه الخلقي وداخل الملعب وخارج الملعب اداله فتره من الاستمراريه داخل الملعب لحد ما بطل كوره. هو كان كابتن من كباتن النادي الاهلي المحترمين قوي، ولاعب اللعيبه الافزاء يعني للنادي الاهلي، واعتقد ان هو دلوقتي اكيد هيبقى في كارير التدريب او اي حاجه ربنا يوفقه فيها. هو كان لاعب مهم جدا، واعتقد كان مانويل جوزيه بيحبه جدا جدا، كان بيلعب ظهير ثالث في النادي الاهلي وقدم عليه كويس قوي قوي قوي، وبعدين بطل كوره. احمد سيد يعني ابسط حاجه تقال عنه هو لاعب محترم وظهير، هو كان لاعب محترم ولاعب خلوق، وما كانش بيعمل مشاكل ولا انذارات، طبعا انذارات بسيطه يعني، بس ما اتذكرش ان هو خد طرد مثلا او عمل مشاكل او حاجه. كابتن احمد من الناس المحترمين جدا، واللي النادي طبعا يعني هو ايام ما كان بيلعب في النادي حاز على بطولات كتير، هو من احسن المدافعين اللي لعبوا في الجيل ده، اللي هو يعني الجيل اللي بعد بقى حسام حسن يعتبر وابراهيم حسن طبعا، فهو يعتبر من احسن اللعيبه اللي انا كنت احبهم في الدفاع يعني. احنا فاكرينك فمش ناسينك، واي لاعب بيحب الاهلي ودى عطاء للاهلي احنا بنحبه وبنشله يعني حاجات كبير في نفسنا لغايه دلوقتي فاكرينه. هو انسان خلوق ومحترم وخدم طبعا النادي الاهلي كتير، واحنا كلنا بنحبه يعني. الكابتن احمد السيد من اللعيبه الممتازين خلقا ولعبا، ويعني الحقيقه كان مدافع من الطراز الاول، وزا يعني من ابناء النادي الاهلي، وانا اتمنى له التوفيق في حياته الخاصه الشخصيه. والحقيقه هو من ابناء النادي الاهلي اللي عندهم ولاء شديد للنادي الاهلي. هو كابتن احمد السيد كان فتره الالفينات وخصوصا جيل 2000 من 2005 ده كان مدافع قوي، كان ما شاء الله الحمد لله شارك في بطولات كبيره قوي للاهلي. كابتن احمد السيد الاول انا برحب بيه، هو كان من اللعيبه الممتازين، اللعيبه الهاديه اللي دايما مستواه كان ثابت في الفترات اللي هو كان بيلعب فيها. يعني كلام محترم جدا الحقيقه من جمهور النادي الاهلي، ويقدر قيمه زي ما انت قلت التفكير والاخلاق والناحيه الفنيه جوه الملعب. طبعا هي اللي الاخلاق هي اللي بتبقى يعني كل حاجه بتروح، واخلاقك هي اللي بتبقى حتى في اي مجال اي في الدنيا، اخلاقك هي اللي بتفتح لك المجالات او الناس بتتعامل معاك او ما تعملش معاك. صح، انا قناعتي في حياتي كده. طيب هنكمل. طول ما انت محترم، طول ما الناس هتحترمك وتتعامل معاك، طول ما انت يعني في اي مشاكل عليك ما حدش يتعامل معاك. طيب هنكمل كلامنا، ولكن خليني انا بتابع ما يحدث مع في معسكر منتخبنا الوطني بالنسبه لكابتن محمد الشناوي. كابتن وائل جمعه دلوقتي في يلا كوره بيتكلم، بيقول ان واحد لعيب شاط الكوره في العضله الخلفيه في او في رجل محمد الشناوي من الخلف، فان شاء الله بكره هيبان اكتر لان هتكون كادمه ان شاء الله، يا رب تطلع كادمه. وده الكلام اللي قاله كابتن وائل جمعه. انا قلت لحضراتكم من البدايه ان هو عنده شد في العضله الخلفيه، يعني نتمنى ان شاء الله ان كابتن شناوي يلحق مباراه يوم الجمعه ويوم الاثنين ان شاء الله. رخمه دي يا اسلام، رخمه رخمه. شوط الكره دي رخمه جدا. يعني هي كده تهيألي ان شاء الله يطلع حاجه بس شد هي بسيطه، بس هي رخمه يعني. برضو انت لو رجليك سايبه ممكن لا قدر الله تعمل اصابه رخمه يعني. هنشوف وهنتابع كل ما يحدث في معسكر منتخبنا الوطني ونطمن على كل اللاعبين، ولكن خلينا نطلع فاصل، وبعد الفاصل نرجع نكمل مع النجم الكبير كابتن احمد السيد. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. يعني كابتن احمد فتره طويله بتاخد بطولات مع النادي الاهلي، ولكن دايما لما بتيجي تتكلم عن النادي الاهلي عايزك تشرح للجمهور لما النادي الاهلي بيخسر بطوله بيحصل ايه؟ وكيفيه تكاتف اللاعبين والامور دي كلها. حصلت لنا كتير يعني، احنا يمكن خسرنا بطوله 2007 دي. وبعدها هي مره ولا مرتين كتير بالنسبه لك؟ مره دي لا، اصل احنا عشان احنا مشكله الجيل بتاعنا ان احنا عودنا الناس على المكسب. انت ما بتعود حد على حاجه، زي مثلا المهاجم اللي بيجيب اهداف كتير مره واحده ايه يقل شويه او مستواه يقل شويه فتلاقي الناس متضايقه، مع ان هو بيجيب اجوان برضه بس متضايقين. احنا مشكلتنا ان احنا خلاص احنا فاكر مستر مروان كان ايه؟
دي مش كره, دي ايه دي مش كره, دي مزيكا عملها بايديه كده, دي مش كره, دي مزيكا فايولين. فاحنا كنا محققين المعادله اللي هي الصعبه جدا, انت متخلي الناس واثقه فيك جدا وبتكسب وبتعمل اداء كويس. فالناس خلاص بقت عارفه ان هلاعب اي حد هنكسبه. عمرها مثلا ما لقينا ماتش والناس خايفه. صح. فدي حاجه طبعا لما بنخسر بطولات صعبه جدا او ماتش كان بيبقى احنا بينا وبين نفسنا بنبقى زعلانين جدا, لان احنا شايفين. أنا فاكر تاني يوم ماتش النجم الساحلي ده اللي خسرنا, فاكر احنا جينا تاني يوم, تاني يوم على طول وكان في تمرين 9 الصبح والراجل ما اتكلمش خالص. هو اتكلم كويس على فكره. ما اتكلمش, احنا ما خسرناش كوره. احنا باينه ما خسرناش كوره, يعني ضربتين جزاء باينين قوي, والماتش هناك يطرد بركات شديد. يطرد بركات الماتش هناك عشان خاطر, فهي واضح ان هي كانت, هي واضح ان عايزين يخسرونا البطوله. انا بحس ان كده الاتحاد الافريقي وقتها اما فرقه كانت بتسيطر على افريقيا بيبداوا ايه, لا عايزين حد تاني بقى جديد. دي كانت هتبقى ثالث سنه, ثالث سنه, وخدنا السنه اللي بعدها الرابعه, كان خدنا الرابعه, كان 4 سنين ورا بعض. فبحس ان الاتحاد الافريقي كان وقتها كده اتعمد ان هو يخسرنا. الحكم كان صعب جدا, ماتش هناك ظلم رهيب, ضرب جزاء لبركات يطردوا يعني. مش خلاص مشي الكوره يعني. اعتقد لو في فار الماتشات دي الماتش ده كنا ناخده سهل قوي. ماتش هناك, ماتش هناك يعني. فطبعا اتظلمنا جدا. فاكر الماتش هناك ده ما نمناش اساسا من كتر اللي قعدوا الجمهور في الملعب, كانوا في الملعب كان صغير ومقللينه. الملعب بتاع النجم ده صعب جدا, اللي في سوسه ده صعب جدا. والمدرجات, وهو في ملعب صفاقسي المدرجات تحت ابتدى اوضه اللبس تحت المدرجات, فانت تبقى سامع دبدبه الجماهير, كل حاجه رعب رعب وفان رعب. فانا بقول لك برده يعني الاجيال دي دلوقتي برضه محظوظه ان ما بقوش مع جماهير برضه يعني. الضغط برضه مش موجود قوي يعني, الضغط على السوشيال ميديا قوي. بس لو واحد ما عندوش فيسبوك وحاجات كده مش هيركز. لا, ولو واحد عنده مش عايز يقرا مش هيقرا. لكن احنا مشكلتنا ان انت جماهير قعدنا في النادي وبيحضروا التمرين. زمان كان فيها التمرين بجماهير, وفي الماتشات الجماهير برضه تسمع الصوت وما بيشتموا. فانت بتنزل الماتش كل مضغوط, لكن دلوقتي معلش الماتشات من غير جماهير. الضغط اللي عليك, الضغط مفيش اي ضغط عليك. فبرضه دي حاجه برضه مميزه الاجيال دلوقتي, ان مفيش جماهير. دي برضه لا, بس دي ميزه وعيب في نفس الوقت بيني وبينك. لا هي ميزه, ميزه بدليل ان اللعيبه اللي بتلعب في الفرق اللي هي المؤسسات ما لهاش ضغط, بيلعبوا براحتهم, بيخسروا ويكسبوا تلاقيهم بيتعاملوا عادي. احنا كنا مشكلتنا احنا مركزين مع جماهير قوي. بس في فرق كبير برضو ما بين نجوميه اللاعب اللي بيلعب في الحته دي ونجوميه اللاعب اللي بيلعب في نادي جماهيري. هو ضغط عليك يعني, هو الضغط حلو. في فرق بين ضغط انت مضايقك وضغط حلو. احنا مضغوطين, الناس واثقه فينا يعني. انت انا في ماتشات كنا بنكسبينها وبالليل مثلا اخرج مع اصحابي اتعشى في مكان, تلاقي اللي معاك يقول لي مبروك يا كابتن. كابتن الماتش جاي شوف هنلعب الاتحاد يعني, ما بيقولكش مبروك على ده. فهو الناس خلص. الناس حتى مستر مانو كان بيعمل كده. فاكر الماتش الترجي اللي كسبنا فيه 3 هنا؟ 3, وتاني يوم قال تيجوا الساعه 9 الصبح وقعد يهزق فينا. وانتوا ايه اللي عملتوا؟ احنا فاكرين, احنا كلنا اصلا كنا فاكرينه بيهزر. فطبعا ضغطنا ازاي؟ لان هو عارف ان اللعيبه اللي بعده كان عندنا قبل نهائي حاجه والزمالك وكذا ماتش ورا بعض. هو مستر مانويل قال كلمه مره وقالها لنا, قال لك اللعيب المصري ما بتقول انت كويس ما بتلاقوش الماتش اللي بعده. فهو على طول كان حاطط الضغط ده علينا, ان هم كسبوا 3 فممكن عندنا ماتشات مهمه, فاللعيبه تقول لك احنا كسبانين. ففعلا هو كان حاطط الضغط علينا, ضغط الجماهير, ضغط مستر مانويل. احنا بينا وبين نفسنا كنا لعيبه رجاله. انا كنت بشوف كده الجيل ده. انا سعيد جدا ان الجيل ده, انا يعني انا لعبت مع اجيال كتير في الاهلي من 99. لا الجيل ده اللي هو من 2005 لحد 2011 لما مشيت, لا جيل فعلا انا كنت فعلا فخور اني بلعب مع الناس دي. الجمهور عمره ما زام عليك؟ ما تفتكرش لقطه كده يعني؟ اصل بص المدافعين تمام اللي بيعملوا مصايب لازم. هو كده يعني. ممكن تبقى عامل ماتش كويس قوي وتخنق كوره هيزوموا عليك. انت كنت بتشوف حتى وانت بتلعب بكريات ممكن تغلط في كوره. انا كنت بسمع. بص هم يعني بيبلعوا الزلط المهاجمين, لكن المدافعين انت لازم تبقى كويس طول الماتش. يعني المهاجم ممكن يبقى وحش طول الماتش ويجيب جون نجم الماتش. وانت ممكن تبقى كويس طول الماتش في الدقيقه 90 تخنق كوره اوحش واحد في الماتش. صح. هي مشكله في كده حتى لو كسبان. انا شايف ان المدافع المفروض يبقى اغلى من المهاجم. لان انت مضغوط قوي. يعني انت بتلعب على رد فعل الاخرين. انت بيلعب عليك مهاجم كويس, بيلعب عليك واحد سريع, فانت عمال تجري معاه الفرويد حتى لو هو مش كويس ممكن تجيله في ال 18 كده تروح واقع من ايد الجون اللي حاططها احسن واحد في الماتش. صح. احنا كنا بنشقى. بنشقى جري وبنلعب. بتشقى وايه؟ وبعدين احنا الافارقه ايامنا احنا لا فراوده وينجات. طب اسلام الشاطر بيلعب على وينج. وينج يعني. فرقه تانيين بديك كان عندهم وينجين مش طالعين. الان ما بطلوش جري وقصيرين كده. قصيرين. كان عندهم الواد اللي اسمه الواد الاشول الصغير ده كان عامل زي ميسي. كان اسمه ايه؟ ده جه معانا الاتحاد الواد ده بس كان مبطل. الواد ده كان رهيب. فاكر كان اشول كده بياخد الكوره نص الملعب ويرقص فينا. لا دلوقتي الفرقه دي فين؟
انيمبا ما خلاص انيمبا مازيمبي اسك الحقيقه ما فيش غلط مش موجودين خلاص برضو اختفوا موجودين طلعت لك بقى فريق زي فريق سيمبا فرقه جديده بقى تطلع بقى يصرفوا شويه لكن الفرقه الثانيه ما بتصرفش دلوقتي بيصرف هو اللي يوصل هي كوره كده في افريقيا الكوره كده هي بص معلش يعني انت لو انت مش معاك موارد ماديه كويسه هتجيب لعيبه كويسه ازاي يعني النادي الاهلي محافظ على نفسه طول العمر كده عشان النادي الاهلي اي مدير فني عايز لعيبه فيه احتياجات النادي الاهلي بيلبيها له عايز كذا هجيب لك بالارقام اللي انت عايزها مفيش حد في فرقه في الوطن العربي بتدفع ارقام وبتشتري ارقام وتلبي احتياجات المدير الفني زي النادي الاهلي ده نجاح طول ما انت معاك فلوس الماده هي اللي بتعمل فرق ليه السيتي فرقه جامده وليه ما يعني ليه فرق في الدوري الانجليزي جامده وفرقه ضعيفه بدي اقود كويسه والتاني بدي اقود على قده بيجيب لعيبه على قده هي الماده طبعا بتحكم في العصر ده يعني. تفتكر مين من الجيل الحالي يفكرك بالاجيال السابقه في النادي الاهلي يعني لعيب يعني لا في كتير في الشناوي طبعا الشناوي بيفكرني طبعا بالحضري طبعا وامير وفي مين وليد سليمان طبعا وليد سليمان كده كده ما هو كان موجود معانا من الجيل بتاعنا لاحق شويه لاحق في ديانج ده لعيب ما شاء الله يعني كويس جدا سلية ده كان نفسك يبقى موجود مع ديانج يعني ديانج ده رايح اي مدافعين ديانج بيعمل يعني بيوصل الكره للمدافعين ميتها عارف اللعيب اللي بيجري كتير اكيد انت عاصرت ناس كتيره كده شفت حسن وشوقي كانوا بيريحونا حسن وشوقي شفت حسن بيقعد شعره ويقعد يجري وشوقي ويعمل كده وشافه ويتكلم فانت بتوصل لك برده ان انت حاسس الكره بتيجي ميته ديانج بيعمل الحته دي يعني السوليه لعيب كوره اكتر من ان هو مدافع اقرب للهجوم يعني السوليه 8 اكتر من 6 حمدي فتحي 6 بس مش في قوه ديانج ما شاء الله يعني من اللعيبه الصفقات اللي الاهلي عملها مميزه جدا في لعيبه كتير يعني محمد شريف شايف لويس ميكيسون وبيرسيتا ومجموعه اللاعبين وحسام حسن وكريم فؤاد وبقيه اللاعبين اللي جابهم من الاهلي هل النادي الاهلي يستطيع ان يستفيد منهم بشكل جيد؟ طبعا لعيبه كويسه جدا يعني انا ميكيسوني ده وانا اتفرجت عليه فهو جاب الجون فينا ماتش سيمبا هناك ولا جاب الجون فينا؟ لعيب كويس جدا حتى المذيع قال ساعتها قال لك ده كان بيلعب مع موسيماني في سان داونز ومشاه انا استغربت لعيب كويس جدا كويس جدا وهو حتى الماتشات اللي نزل اي افريقي بيجي مصر والنادي الاهلي الاجواء مختلفه عقبال ما بياخد على الجو صعب هات اي اوتاكا لعب معاك في الاسماعيلي اوتاكا تشوف اول ما جه كان عادي جدا وفي المقاولين وقال فجاه خد بعد شهر مره واحده اوتاكا ده بقى رهيب نفس الكلام في لافيو نفس الكلام المناخ مختلف فاللعيب بياخد وقت فاللعيب بس لا في لعيبه بتبان من لمستها يعني ايام في لافيو كان في ناس بتقطع فيه كتير جدا واقول لهم يا جماعه احنا كلنا كنا بندافع عنه انا لعبت عليه صح انا لعبت عليه في بترو اتليك وهدني فهناك انا عايز اقول لك في لافيو هدني قلت لهم يا جماعه لعبت عليه يقول لي ايه ده ازاي ده مستواه باين ان هو ضعيف قوي قلت لهم والله ده يبقى احسن مهاجم في مصر ففي هو كده الافارقه بياخدوا وقت انا شايف ميكسوني شايف ان هو يعني هيبقى يعني ستايله كده هقول لك عامل زي مين كده هو نفس ستايل قفشه بس هو الولد الفوت ورك بتاعه اعلى شويه من قفشه فاهم يعني في حركته يعني ينفع في اول في مثلا ايه لو لعبته على وينج هينفع اللعب 10 ينفع بس هو على الاطراف افضل على الاطراف هو حركته سريعه عارف الناس اللي حركتها سريعه دي بتضايق قوي الباك يخش لجوه ويشوط وبتاع لعيب كويس بس تاو لسه ما شفتوش انا شفته مع المنتخب رهيب مع المنتخب لا مع ماتش المنتخب بتاع مصر منتخب لا مصر هو جابوا لقطات ليه هو كان بيلعبنا لوحده شوت واحده شيلناها مطلعها كده من المقص وبتاع لعيب كويس طبعا حسام انا لعبت عليه حسام حسن يعني من الفراوده فعلا الرخمه جدا ما شاء الله عنده القوه البدنيه بتاعته رهيبه جدا على الجون كويس دي تفرق جدا ان هو على الجون كويس في فرقه يبقى كويس بدنيا بس على الجون وحش هو بدنيا على الجون كويس جدا مع محمد شريف انت عندك فرودين كويسين جدا يعني انت لو غيرت الطريقه لعبت 4 4 مختلفين خلي بالك مختلفين جدا على فكره انا من هواتي ان انا يبقى عندي الفرودين مش نفس الستايل يعني حسام حسن وفيليكس كابتن حسام حسن لقب كابتن وفيليكس هتلاقي الاثنين مختلفين واحد بيجري كتير جدا وواحد كابتن حسام في ال 18 محمد لا يعني لو لعبت بطريقه 4 4 2 ومحمد يبقى فرود اللي هو الفرود اللي بيتحرك هينفع جدا حسام هو اللي سابق حسام محمد ما شاء الله من احسن الناس في مصر اللي شفتها من فتره من بعد عماد متعب بيتحرك من غير كرة كويس جدا محمد كمان محمد لو ما بيلعب وينج عامل زي نيمار اللي هو في ثانيه بتلاقيه جوه ال 18 وبيخلص وبتاع يعني محمد ذكي في الحته دي بيعرف يتحرك كويس بيعرف يضرب المدافعين كويس قوي فمع حسام حسن هيبقى عندك اثنين زي محمد وحسام حسن هتفرق معاك جدا
أخيرا مباراة منتخبنا الوطني إن شاء الله يوم الجمعة القادم أمام منتخب ليبيا، كيف ترى هذه المباراة؟ صعبة صعبة، مفيش حاجة يعني، حتى هنا في القاهرة طبعا دوافع عند منتخب ليبيا، أنت دافع عنك طبعا عالية، أنت منتخب مصر، أنت أحسن منتخب في أفريقيا، بس كل إن هم متقدمين عليك في النقاط، وكسبوا أنجولا بره وكسبين الجابون على أرضهم، ففرقة واضح إنها فرقة قوية جدا. عندهم حمدي الهوني ده، لحمو الهوني والحمد الهوني ده، وعندهم حمو اللافي ده، ولا يعني عندهم لعيبه اسمه ايه، حمد اللافي ولا اسمه غريب، اسمه مطرب مش عارف لافي اسمه مطرب مهرجانات، فعندهم لعيبه كويسه جدا يعني فلا ماتش هيبقى صعب جدا. انا شايف ان منتخب مصر لو قدر ان هو يتعادل هنا يكسب هنا ويتعادل في ليبيا هيبقى عمل نتيجه كويسه جدا، لان الماتش هناك في اجواء صعبه جدا والملعب ترتان، هناك من غير جمهور ملعب الاجواء صعبه، قصدي في ملعب ترتان يعني، وهم ليبيا طول عمرهم ماتشاتهم معانا بتبقى صعبه جدا لان اي بلدين بيبقى بينهم حدود بتبقى ماتشاتهم صعبه بعض طبعا كده، هو كده انت والسودان، انت وليبيا، اي فرقه كده بيبقى بينك وبينها حدود بيبقى ماتشات صعبه، فهم فيهم الطبيعه الجبليه بتاعت الجزائر، عارف اللي هو اللي تلاقي النت احمر وهو بيلعب وتكالنج وبتاع، فطبعا هو لو عمل نتيجه معاك ايجابيه هنا الماتش هناك هيبقى صعب جدا، هيبقى صعب جدا جدا. لا لا ماتش من الماتشات الصعبه كنت بلعبها في حياتي اللي بتبقى في ليبيا، اللي بتبقى في ليبيا صح، لعبت الماتش بتاع 2000 اهلي طرابلس هناك 0-0 هناك سيدنا 1-0 وجلبرتو لما رفع كروس، الماتش كان صعب جدا، شفت الجماهير وهناك هتلاقي برضو مضايقات من جماهير المنتخب المصري برضو كتير مع ان مفيش جمهور، بس يعني خلينا في الشارع، قصدي في الشارع في الشارع يعني هو عامه اللعب في المكان نفسه ضغط في ليبيا يعني اللي انت بتلعب في ليبيا جماهير في الشارع، ناس تقابلك هنكسبك، هو طبعا كده ربنا يكرم يا رب ومنتخبنا الوطني يستطيع ان هو ان شاء الله يفوز، ونطمن حضراتكم برضو بكره على الشناوي وعلى كل لعيب المنتخب الوطني. شرفت ونورت يا احمد، ودايما الحقيقه بتشرف بوجودك معايا، ويعني من الاحلى الحلقات الحقيقه، الواحد دايما بيبقى سعيد بوجودك. والله انا سعيد جدا موجود معاك، من الناس اللي فعلا بتابع البرنامج بتاعك كل يوم، طول عمرك انت باين ان انت هتبقى اعلامي كويس، ان انت كنت بتعرف تتكلم كويس طول عمرك يعني، حتى في الاجتماعات ما احنا مع بعض كنت بتتكلم كويس، ان شاء الله ربنا يوفقك في المجال بتاعك وتبقى من احسن الناس في مصر ان شاء الله. اشكرك جدا النجم الكبير كابتن احمد السيد، انا بشكره طبعا على تواجده معانا وتشريفه لينا النهارده في البيت الكبير، انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، ان شاء الله بكره حلقه جديده من البيت الكبير في نفس ميعادنا دايما الساعه 10 بالليل، اشوف حضراتكم على خير.